صباح الخير على حضراتكم. نبدأ الفعاليات بتاعت اليوم عشان يومنا مستطيل النهاردة. طيب بشكل شخصي يعني أنا الإيفنت ده يعني مهم جدا يعني عندي أنا بشكل شخصي. إحنا بنفكر في الفعالية دي بقالنا حوالي سنة تقريبا أو أقل من كده بشوية، وهو مش مؤتمر تقليدي يعني مش بيبرز وجاية تتقدم علشان كل واحد يقول هو بيعمل ايه، لكن هي اكتر من exchange of knowledge، يعني هي تبادل المعلومات يعني تبادل خبرات في موضوع مهم جدا ولم يأخذ حقه بعد في الدراسة. البحر الأحمر طبعا تاريخ مشترك ما بين مصر والمملكة العربية السعودية، ده ما فيش كلام، وجغرافيا مشتركة كمان وتراث مشترك، والأبحاث اللي بتتم في الجانبين بتثبت هذا بلا جدال وبلا شك. يعني أنا هنا الحقيقة بتكلم يعني طالع في المسرحية أو طالع في المؤتمر بثلاث أدوار بثلاث شخصيات، يعني طالع بصفتي أن أنا ماسك مركز الدراسات الهندسية في المكتبة، وطالع بصفتي أن أنا أستاذ في الجامعة ومدير مركز الأثار البحرية، وطالع بصفتي أن أنا ماسك كرسي اليونسكو في الأثار البحرية. فركزوا معي عشان تعرفوا أنا بتكلم بأنهي شخصية دلوقتي. يعني من الصيف اللي فات يعني تمت دعوتنا، يعني دعوة كريمة من قبل هيئة التراث السعودية ان احنا نشارك في مشروع للبحث الاثري في المملكة العربية السعودية، وده كان اول شغل لينا في مجال الاثار البحرية برا مصر. والحقيقة طبعا كان عندنا تصور لحجم الثراء المتوقع في المجال ده في الجانب الشرقي من البحر الاحمر، والدراسة اكدت هذا بلا جدال وبلا شك. انا اتوقع ان ندوة النهاردة وبكرة كمان، يعني احنا عندنا يومين كاملين، هم بداية لانطلاق تعاون وطيد ما بين المملكة العربية السعودية وما بين هيئة التراث السعودية وما بين مصر في هذا التخصص. الحقيقة برضو العنصر القوي جدا في الفعالية دي هو وجود هذا الوفد من هيئة التراث على رأسهم رئيس هيئة التراث دكتور ياسر الحربش. دكتور أحمد زايد الحقيقة أول ما سمع الموضوع ده، وانا يعني اشهد على هذا، لم يتردد يعني لحظه في ان هو يدعم هذه الفعاليه ويعني يتحمس لها ويقدم لها كل السبورت زي ما حضراتكم هتشوفوا، وكل الاجراءات وكل الحاجات خلصت ان نو تايم يعني زي ما بيقولوا علشان يطلع هذا ان تطلع هذه الندوه بافضل شكل ممكن. هيبقى فيه برزنتيشنز، هيبقى فيه عروض، لكن كمان يهمني يكون فيه ديسكشنز، يكون فيه يعني arguments، تبادل الخبرات ونقلها واقتراحات، ويعني يعني نطلع من هذا الفعالية بحاجة كونكريت نمسكها في ايدينا. يعني طبعا يمكن حضراتكم عارفين ان هيئة التراث بتستعد الى انها تعمل مركز مهم جدا للتراث البحري في البحر الاحمر، وده هيكون اكبر مركز في البحر الاحمر على الاطلاق في هذا المجال ان لم يكن في منطقة الخليج العربي بالكامل. يعني فبرحب بحضراتكم جميعا من المكتبة ومن الجامعة ومن هيئة التراث طبعا، ومن يعني زمايلنا وطلابنا، ونشايف وشوش يعني كثيرة معروفة، وبتمنى لكم يعني يوم مثمر الحقيقة. وأدعو إلى البوديوم دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ليلقي كلمة الافتتاح. تفضل دكتور أحمد. صباح الخير، دعوني في البداية أرحب بالسادة الأساتذة معالي دكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية، أهلا بك وحضرتك في المكتبة يا فندم، معالي الدكتورة نورية سانز مديرة المركز الإقليمي العربي للعلم في اليونسكو المقر في القاهرة، موست ويلكم بيبليوتيكا الكسندرينا دكتور نورية، سعادة القنصل محمد الرويشان قنصل المملكة العربية السعودية في الإسكندرية، برحب بيك ترحيب خاص لأنه من العناصر اللي بتدعم المكتبة ويحضر معنا معظم اللقاءات التي تتم، فأنا بحييك وأكيد الحدث الذي نحن بصدده اليوم جاء من خلال جهود حضرتك مع المكتبة. برحب أيضا بسعادة القنصل الإيطالي الفخري الإيطالي بالأسكندرية السيد ماريو دي باسكوالي، ودايما أيضا قنصل الإيطالي في الأسكندرية دايما معنا في كل الأنشطة. برحب بحضراتكم جميعا الضيوف الأعزاء من المملكة العربية السعودية، الزملاء الأعزاء من المكتبة، الزملاء الأعزاء من مصر،
أقدم أيضا خالص شكري للدكتورة مروة الوكيل وزملائها في المكتبة الدكتور عباد خليل وزملاء في القطاع البحث العلمي في المكتبة على الجهد الكبير اللي بيبذل في تنظيم المؤتمرات، ومنه هذا المؤتمر الهام جدا الذي يعني يطرح موضوعا جديدا ومميزا ولم يكن يعني تطرح عنه موضوعات كثيرة من قبل، وهو موضوع تراث البحر المتوسط البحر الأحمر. احنا دائما حتى في المكتبة نتحدث عن البحر المتوسط لأن المكتبة تطل على البحر المتوسط، والبحر المتوسط بما فيه من اكتشافات للغاز وللبترول وللصراع الدائر حوله الآن فيما يتصل بالثروة وفيما يتصل بالحدود بيثير الكثير من الاهتمام، ولكن البحر الأحمر يعني موجود. ولكن البحر الأحمر رغم أنه نحن لا نتحدث عنه كثيرا إلا أنه له أهمية خاصة في التاريخ وله أهمية خاصة في علاقة الإقليم ببقية أنحاء العالم. يعني في شماله قناة السويس اللي ربطت الشمال بالجنوب في التجارة، وفي جنوبه الانفتاح على المحيط الهادي والانفتاح على الهند والشرق والغرب. فالبحر الأحمر له ميزة خاصة في التاريخ وله ميزة خاصة في الأيام التي نحن بصددها الآن فيما يتصل بالعلاقات المتميزة جدا الاستراتيجية القائمة بين جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية على البحر من الجانب الشرقي ونحن على البحر من الجانب الغربي، ونحن والسودان ودول أخرى. هذه العلاقة الاستراتيجية بيعكسها اهتمام مشترك بهذا المكان، دراسة تراث هذا المكان، دراسة أهمية هذا المجرى أو هذا يعني المجرى الملاحي الضخم اللي بيربط الشمال بالجنوب يعني عبر قناة السويس. الاهتمام بهذا المكان أنا أعتقد أنه اهتمام يستحق التقدير ويستحق أن احنا نبذل فيه كثير من الجهد. وأنا بشكر كل القائمين على تنظيم هذا المؤتمر سواء من مكتبة الأسكندرية مع الدكتورة مروة الوكيل أو من المملكة العربية السعودية متمثلا في أستاذ الدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث في المملكة العربية السعودية. فالدولتان السعودية ومصر يعني تهتمان اهتماما كبيرا بالدراسات التاريخية والأثرية المرتبطة بالبحر الأحمر، ومع النمو العمراني الذي تشهده كلتا الدولتين على ساحل البحر الأحمر تحرص مصر والمملكة العربية السعودية على اكتشاف وتوثيق وحماية مواقع التراث الثقافي البحري والمغمور بالمياه وعلى توظيف تلك المواقع سياحيا. لذا فهناك العديد من أوجه التعاون التي يمكن أن تشارك فيها كلتا الدولتين في هذا الشأن، بما في ذلك المشروعات البحثية المشتركة والتدريب وبناء الكوادر والتوعية والتثقيف المجتمعي. وبالتأكيد مكتبة الأسكندرية باعتبارها من أهم المؤسسات الثقافية والبحثية الموجودة في المنطقة، هي حريصة كل الحرص على تفعيل التعاون مع المؤسسات والهيئات السعودية المختلفة وعلى رأسها هيئة التراث. فمن خلال ما تقوم به المكتبة من أنشطة مختلفة يمكن تسليط الضوء على التراث البحري المشترك للبحر الأحمر سواء عن طريق الأبحاث المشتركة والإصدارات والمطبوعات أو المعارض والأفلام الوثائقية وغيرها، مما يسهم بصورة مباشرة في التعريف بهذا التراث باللغة العربية، وهو أحد أهم أهداف المكتبة. وأنا بتمنى لهذه الفعالية التي يشارك فيها العديد من المتخصصين في شتى مجالات التراث الثقافي البحري أن تكون هذه الفعالية بادئة للتعاون المثمر والبناء بين مكتبة الأسكندرية وبين هيئة التراث بالمملكة العربية السعودية. وأنا بتمنى لكم ندوة موفقة ومناقشات مثمرة وإقامة سعيدة في الأسكندرية عروس البحر المتوسط. احنا نفتينا بقى نتكلم على بعد كده على مدن تبقى عروس البحر الأحمر. أنا بشكركم وأحييكم وكل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا دكتور أحمد، ويعني نحن نقدر كل الدعم اللي حضرتك بتقدمه والمكتبة بتقدمه للثقافة بشكل عام، وليست بس الثقافة السكندرية ولا المصرية، لكن الثقافة والعلم للمجتمع ككل. يعني الحقيقة الكلمة اللي بعد كده هي كلمة الدكتور عبد العزيز قنصور رئيس جامعة اسكندرية، لكن الحقيقة هو مصاب ببرد شديد جدا من أول أمس،
يعني مكتبه كلمني امبارح بالليل وهو حقيقة حتى مش بينزل الجامعة. فمعانا من الجامعة عميدي الدكتور هاني خميس عميد كلية الأداب حاضر عن الدكتور عبد العزيز قنصوة. فيعني بعتذر لعدم وجود دكتور قنصوة في هذا الشأن. يعني دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس أعلى الآثار عنده برضو ارتباط آخر، لكن معانا زميلنا الأستاذ إسلام سليم رئيس الإدارة المركزية للأثار المغمورة بالمياه الأثار الغارقة حيلقي كلمة الدكتور مصطفى وزيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمحوا لي بداية أن أرحب بالضيوف الكرام وأن أنقل لسيادتكم تحية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وترحيبه بضيوف مصر الكرام الإخوة من المملكة العربية السعودية ونقل تمنياته بنجاح هذه الندوة العلمية، كما وأنقل اعتذاره لعدم الحضور لانشغالاته الإدارية الطارئة. سعادة الدكتور الأستاذ أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نشكركم على استضافتكم الكريمة لهذه الندوة في هذا الصرح العلمي والتاريخي العريق. ويسعدني كذلك أن أرحب بالأستاذ الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب جامعة الإسكندرية، كما يطيب لي أن أرحب بالدكتور جاسر الحربش الرئيس التنفيذي لهيئة التراث في المملكة العربية السعودية، والدكتور عبدالله الزهراني مدير هيئة التراث السعودية، ونشكرهم على هذه المشاركة التي تعكس مدى التعاون بين البلدين في الحفاظ على التراث الإنساني البحري والمغمور بالمياه. كما ونشكر الأستاذ الدكتور عماد خليل أستاذ كرسي اليونسكو للتراث الثقافي المغمور على جهوده الدائمة في تطور مجالات البحث العلمي في الآثار البحرية ودعوته الكريمة لانعقاد هذه الندوة التحضيرية والتحضير لها. الحضور الكريم، نظراً لموقع مصر الجغرافي ودورها التاريخي عبر العصور من خلال إشرافها على جبهات بحرية عديدة، حيث تطل مصر على بحار مفتوحة بسواحل طولية كالبحر المتوسط والبحر الأحمر، مما جعلها قلب العالم القديم وملتقى قارتي أسيا وأفريقيا، كما أنها تلتقي بالعالم الأوروبي في مياه البحر المتوسط. ولا ننسى هنا تأثر حضارتها القديمة بنهر النيل، فترك لنا قدماء المصريين العديد من الشواهد والبقايا الأثرية المرتبطة بالسفن والملاحة النهرية والبحرية، بحيث اكتشفت العديد من المواقع الأثرية المصرية البحرية. وهذا الإرث الكبير للموروث الثقافي وضع مصر أمام تحديات البحث والحفاظ عليها وعليه، فقد نشأت وتطورت دراسة الآثار البحرية والمغمورة بالمياه في مصر منذ البدايات الأولى في أوائل القرن العشرين وحتى الآن، لتكون مصر أول دولة إفريقية شرق أوسطية اهتمت بدراسة التراث المغمور بالمياه، واستمرت في جهودها وأبحاثها التي امتدت لتشمل البحر المتوسط والبحر الأحمر والنيل وكذلك البحيرات، لتكون مصر أول من أنشأ إدارة علمية تنفيذية تهتم بهذا التراث عربياً وأفريقياً. ولم تقتصر مصر في هذا المجال على البحث في تراثها فقط، فقد حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على التراث المغمور بالمياه في الدول المجاورة وغيرها، لتنقل خبراتها من خلال مجالات التعاون الإقليمي والدولي للتدريب وإرسال خبرات، كما حدث مع دولة اليمن الشقيق وموريشيوس والمملكة الأردنية الهاشمية من خلال الإدارة المركزية للآثار الغارقة، بل وكان لها دوراً قوياً في مناقشة وصياغة اتفاقية اليونسكو 2001. واليوم تشهد العلاقات المصرية السعودية دوراً ثرياً في مجال الكشف والحفاظ على الموروث الثقافي المغمور بالمياه في منطقة البحر الأحمر من خلال مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي ترجمت بلقاءات مسبقة من المملكة العربية السعودية ومصر، وكذلك من خلال هذه الندوة التي نحن بصددها اليوم. الحضور الكريم، مما لا شك فيه أن البحر الأحمر يعد منذ أقدم العصور ممراً مائياً مهماً، يصل حوض البحر المتوسط بالمحيط الهندي عبر باب المندب، وتمر عبره الكثير من السفن لمختلف الأغراض التجارية والعسكرية، فقد أبحرت وما زالت تبحر في مياهه الكثير من السفن. لذا فقد توطدت العلاقات العربية مع مصر منذ حقب بعيدة، وذلك لما بينها وبين الجزيرة العربية من صلات أبرزها الصلات التجارية، ذلك أن مصر كانت منذ العصور القديمة دولة بحرية تجوب سفنها التجارية البحرين المتوسط والأحمر،
وهيمنة على التجارة الشرقية خاصة مع الحجاز واليمن وما وراء ذلك القرن الإفريقي والهند. واستمرت العلاقات بالجزيرة العربية على مر العصور المختلفة، وظهرت جلية في العديد من الإشارات، فسنجد ذلك يظهر على الرسومات الصخرية في وديان الصحراء الشرقية والتي ترجع للألف الرابع قبل الميلاد وتشير إلى هجرة بعض سكان شبه الجزيرة إلى مصر. الحضور الكريم، اليوم ومن هنا وعلى أرض مصر جاءت هذه الندوة لتؤكد عمق الصلة بين البلدين وترجمتها لتعاون تاريخي يساهم في التوثيق والحفاظ على الموروث الثقافي المشترك. فأهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام في بلدكم الثاني، وكل الامتنان والتقدير للمؤسسات والأفراد القائمين على هذا التنظيم الرائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ إسلام. والحقيقة زي ما إسلام قال وحيقول يمكن في البرزنتيشن بتاعته، إن إدارة الآثار الغارقة في وزارة الآثار أنشأت سنة 96، وهي يعني يمكن أول إدارة تنشأ في هذا المجال في مصر، وأعقبها بسنوات قليلة إنشاء المركز في الجامعة، فبقى التو انتيتيز يعني أو الجهتين المنوط بهما التعامل مع التراث البحري في مصر هما جامعة اسكندرية ووزارة الآثار. والحقيقة بنشتغل مع بعض منذ البدايات، منذ فجر التاريخ يعني، بنشتغل مع بعض على طول في مشروعات وفي دراسات، وفي يعني الحقيقة علاقة وطيدة إن شاء الله تستمر إلى الأبد يعني. كلمتنا التالية هي كلمة الضيف الكريم الدكتور جاسر الحربش رئيس هيئة التراث، وأنا الحقيقة بشكره بشكل شخصي على مجيه هو شخصيا يعني ثقل هذا الوفد بوجود حد في مكان ومكانة الدكتور جاسر. فتفضل دكتور جاسر. السلام عليكم، صباحكم الله بالخير جميعا. أنا من يعني يجب أن أشكركم جميعا على هذا الترتيب الجميل لهذا الموضوع المهم جدا، وأنا أمامي كلمة يعني رسمية بروتوكولية سأتلوها عليكم يعني بعد قليل، لكن مهم مقدمة بسيطة. الشكر لكل من ساهم من الزملاء والزميلات في التحضير والإعداد والعمل معنا للوصول لهذا اليوم الجميل، وهي إن شاء الله انطلاقة يعني برامج وورش عمل مشتركة. وكنت أتحدث قبل الجلسة مع الزملاء على برنامج قريب جدا تنظم الهيئة في جدة، والدعوة مفتوحة لمن تنطبق عليها الشروط أن تشرفونا وتشاركونا، والمعلومات موجودة عند زملائي وزميلاتي هنا في الوفد. الأمر الآخر، أنا يعني أحب أن يمشي معكم في رحلة تاريخية بسيطة قد ستقودنا للكلمة الرسمية التي أعددتها. فتاريخيا حنا دائما نتحدث عن قصة طويلة لعلم الآثار في السعودية، وإن كان شهد يعني انطلاقة قوية فقط من 4-5 سنوات بعد تأسيس وزارة الثقافة، لكن من عام 1964 أسست الدولة وحدة صغيرة كانت بالحجم لكن مهمة في نوع القرار، أسستها وحدة في وزارة المعارف، كان اسمها وزارة المعارف، وحدة للآثار. وتطورت هذه الوحدة إلى إدارة ثم إلى وكالة، ثم انتقلت من وزارة المعارف، طبعا أصبحت اسمها بعدين وزارة التربية والتعليم، بعدين وزارة التعليم، ثم انتقلت إلى ما كان يعرف بهيئة السياحة، ثم إلى وزارة السياحة، ثم انتقلت إلى وزارة الثقافة قبل 4 سنوات، وقبل تماما 3 سنوات يعني يمكن هذا من حسن الطالع، يعني حنا بعد تقريبا أسبوع نحتفل بمرور 3 سنوات على تأسيس هيئة التراث. في فبراير 2020 تأسست 11 هيئة ثقافية في المملكة العربية السعودية، ومن هذه الهيئات هيئة التراث التي أنيط بها مسؤولية التراث الثقافي بكل أنواعه، ومن ضمنه طبعا التراث الثقافي المغمور. من جانب آخر، المسيرة العلمية لقطاع الآثار في المملكة العربية السعودية بدأت أيضا فترة طويلة جيل الرواد في المملكة العربية السعودية، من على رأسهم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنصاري شفاه الله، وبقية الرواد من الدكاترة اللي هم يعني تلاميذهم حاضرين معنا من زملائنا الذين يقودون قطاع الآثار. هذان المساران المهمان، المسار التنظيمي الإداري والمسار العلمي الأكاديمي، ما كان ليتم لولا حقيقة المساندة العلمية والإدارية من الجانب المصري، بكل يعني فخر واعتزاز. يعني اليوم حنا نشهد جيل جديد، قد يكون ما هو الجيل الثاني، الجيل الثالث من الآثريين، يعني ما شاء الله معنا من الشباب اللي يمكن بعضهم حتى ما أكمل 30 عام من الوفد السعودي، ومعنا من المخضرمين نوعا ما، ومعنا يمكن من هم أكثر علما وخبرة، لكن ساهم معنا الزملاء والزميلات من الجانب المصري في الخبرة الإدارية
في العمل الإداري الموجود من عام 1964 حتى اليوم، وأيضا ساهموا معنا يمكن بشكل أقوى وأوضح في الجانب الأكاديمي كبار أساتذة علم الآثار في كلية الآداب التي تحولت إلى إذا تحول قسم الآثار الصغير فيها إلى كلية، كانوا حقيقة من الأخوة الزملاء والزميلات من جمهورية مصر العربية. يعني ولو سألنا الدكتور عبد الرحمن الأنصاري، الدكتور عبد الله المصري، الدكتور سعد الراشد، الدكتور علي الغبان، لا أعطونا يعني قائمة طويلة بجهابذة علم الآثار المصريين الذين ساهموا بتأسيس المسار الأكاديمي لعلم الآثار في المملكة، مع طبعا زملائهم السعوديين وغير السعوديين. هذه معلومة مهمة أردت أن يعني أبدأ فيها هذا اليوم المبارك. والأمر الثاني أن زملائي سبقوني في نقطة مهمة جدا، أنهم أرجعوا الحديث عن البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ما دام احنا نتكلم عن التراث الثقافي المغمور، لكن البحر الأحمر بحكم أنه الجسر والرابط بين الدولتين العظيمتين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أرجعوه إلى أحد ركائز وزارة الثقافة. وهذا شيء جميل أنكم ذكرتوها بدون ما حتى ترجعون أو بدون حينما نرسل لكم يعني ماذا تقول استراتيجية وزارة الثقافة التي أعلنت من 4 سنوات. الاستراتيجية أعلنت فيها 3 ركائز مهمة، أنتم غطيتوها في كلماتكم التي قبلي يعني من غير ما تشعرون، وهذا شيء طيب ولطيف لأنه يدل على التوافق التام. الاستراتيجية لما أعلنت تحدثت عن الثقافة كنمط حياة، وتلاحظون من يتابع الشأن الثقافي السعودي الآن ليس فقط في مجال التراث، أن الثقافة أصبحت نمط حياة، موضوع القهوة، الزي، الفنون الأدائية، تفعيل التراث الثقافي، المسارح، الموسيقى، أصبحت جزء من الحياة بشكل رئيسي أكثر بكثير من ذي قبل، وأصبح لها تنظيمها ونظامها وهيئاتها. الركيزة الثانية كانت الثقافة كحوار مع العالم، وهذه نقطة جميلة ذكروها زملائي الذين سبقوني في الحديث، أن الثقافة تتحول إلى حوار مع العالم. عندما يشارك فيلم سينمائي في مهرجان كان سينمائي سعودي في مهرجان كان، فهذا حوار مع العالم من خلال صناعة السينما. حينما يشارك حرفيين من المملكة العربية السعودية من هيئة التراث في مهرجان ميلان أرتيجانو، فهذا حوار مع العالم. يتحدث الحرفي الذي قد لا يفهم الإيطالية مع الحرفية التي قد لا تفهم العربية في أمر مشترك بينهم في مجال التراث الثقافي. عندما ينتقل معرض إلى أحد المتاحف العالمية والعكس، ينتقل معرض عالمي إلى أحد المتاحف السعودية، فهذا حوار أيضا مع العالم. الركيزة الثالثة والأخيرة وهي لا تقل أهمية وحقيقة هي المحرك، هي ركيزة اقتصادية، الثقافة كمحور اقتصادي، كمورد اقتصادي. هذا أمر مهم جدا، يعني مع كل تقديرنا وكل احترامنا وكل اقتناعنا أن الثقافة هي شأن مستقل، وأنه يجب أن تكون أحد المصادر الاعتزاز، ويجب أن يصرف عليها الميزانية، لكن في الوقت نفسه هناك ما يسمى بالاستدامة، ويعرفون زملائنا وزميلات المتخصصين في هذا المجال أن الاستدامة في التنمية مهمة، لابد أن نحاول قدر الإمكان أن تكون مشاريعنا الثقافية أيضاً اقتصادياً مدروسة، ما أقول أنها مجدية كلها، لكن على الأقل يكون لها علاقة ولها مورد اقتصادي كبير. ونحن نشاهد هذا الأمر عندما نزور مواقع التراث العالمي العربية والعالمية التي تدار بشكل ناجح، ومن ضمنها بعض المواقع الموجودة في جمهورية مصر، أنها أيضاً تدار بكفاءة اقتصادية حتى نضمن الاستدامة. مهما كان لا يمكن الصرف من ميزانية الدولة، مهما كانت الدولة لديها القدرات على مكان يستطيع الصرف على نفسه من خلال منظومة اقتصادية معروفة، وأنتم تعرفون الشيء هذا. هذه المقدمة الطويلة اعذروني فيها مهمة لأنها تربط حقيقة ما نريد أن نتحدث عنه اليوم بتاريخ بسيط يربط الدولتين العظيمتين. وكان لنا الشرف، يعرف الدكتور عبد الله الزهراني زميلي يمكن أحد الزملاء، أنه في يونيو 2022 عندما قام سمو سيدي ولي عهد بزيارة جمهورية مصر، ويعني كانت الزيارة تاريخية وتعددت مجالات التعاون، تشرفنا من ضمن وفد وزارة الثقافة الذي رأسه سمو وزير الثقافة أنكم من ضمن الوفد. وفي اليوم نفسه يوم الزيارة كان عدة لقاءات متعددة مع الزملاء في وزارة السياحة والآثار، صاحب المعالي الوزير ذلك الوقت والدكتور مصطفى أمين عام المجلس الآثار، ببدء حقيقة نقاط تعاون مهمة رئيسية بدأ تفعيلها فعلا، وهذه أحد نقاط تفعيلها. كانوا الزملاء قبل شهر يعملون في موقع مهم جدا شمال المملكة العربية السعودية،
ستعلن نتائج قريبا، تقريبا 5 أو 6 من علماء الآثار المصريين. أيضا لدينا وفد مهم جدا بيأتي في شهر مارس تحدثنا قبل قليل. أنا يعني بقول بختم كلمتي ما يعني ما بدأتها، لكن بختمها ببعض بعض الأوراق السريعة التي جهزوها لها الزملاء، لأن فيها بعض التوثيق السريع، وبحاول أختصر يعني تجاوز الكلمات البروتوكولية. ففي معلومة هنا مهمة جهزوها لها الزملاء، لدينا الآن 45 بعثة محلية ودولية لاكتشاف المملكة، وهذا عدد قليل جدا. احنا نتكلم عن فقط 10 إلى 15% بحد اقصى من المواقع التي تم اكتشافها، وهذه دعوه مفتوحه يعني لكم ولغيركم، يعني دكتوره نوريه والزملاء الدكاتره كلكم لكم علاقات على مستوى الشخصي والرسمي، انه اذا في جهه على مستوى المحلي المصري او على المستوى العالمي افراد او مراكز او جامعات ترغب في المشاركه في اعمال المسح والتنقيب، فهذا هو الوقت الصحيح، لان عندنا كثير من المواقع التي نضغط على زملائنا دكتور عبد الله وزملائه في العمل فيها، وعدد البعثات الموجودة 45 عدد قليل جدا بالنسبة للدولة مثل المملكة العربية السعودية. عندنا خطة طموحة جدا سترفع البعثات هذه خلال 2 سنوات إلى عدد يعني يتجاوز 100. لدينا ساحل البحر الأحمر والخليج العربي يزيد طوله عن 1900 كيلومتر، ومتوقع هذا متوقع يعني نقول الرقم هذا بكل تحفظ أن يوجد فيه أكثر من 1000 موقع تراث مغمور، وهذا طبيعي. إحنا نتحدث عن البحر الأحمر والخليج العربي، كانت يعني بالذات البحر الأحمر كانت هي الـ مثل ما يسمونها بلغة العصر هي الانترناشنال كوريدور، هو الممر المائي العالمي اللي يربط الشرق والغرب، طرق تجارة، طرق حتى طرق جيوش، طرق كل شيء. فطبيعي إنه يكون هذا يعني مكان لكنوز غرقت بشكل أو آخر. الأمر الآخر، لدينا مشاريع أخرى موازية وهي مرتبطة حقيقة. عندنا ورقة جميلة جدا أعتقد بيقدمها زميل المهندس بدر الحمدان مدير عام التراث العمراني، أعتقد أنها اليوم يا مهندس بدر، ولا لما شفت اسم المهندس بدر موجود في قائمة قلت يعني بالعامية السعودية وش جابه وش علاقته في التراث المغمور، لكن في ربط جميل جدا من خلال دراسة التراث العمراني الموجود على السواحل، والحالة اللي تقدم اليوم حالة جميلة جدا وهي حالة مدينة الوجه أو أملج يا مهندس بدر الوجه، عن علاقة التراث العمراني والقصة المعمارية والنسيج العمراني اللي موجود في المدن الساحلية، هل هي متشابهة، هل 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 عمارة مدن مثل نابولي مثلا ولا الرباط ولا المدن الساحلية الإسكندرية الدمام في السعودية هل لها نسيج واحد، لأن على البحر قصة البحر دائما مؤثرة ولها نسيج. طبعا نعرف إحنا المواد الأولية والخامات مشتركة معروفة مثل ما نسمي إحنا في جدة الحجر المنجور وغيرها، فقصة التراث العمراني المرتبطة في التراث المغمور قصة يجب أن لا تغفل مع حماسنا طبعا الشديد ودعمنا الرئيسي لموضوع التنقيب والمسح. النقطة الأخيرة وقبل الأخيرة أن نتحدث عن شراكات، و وفدنا اليوم يضم زملاء من مركز التراث العالمي في الهيئة وزملاء من قطاع التعليم والبحوث، زميلتين من المشاركات معنا. الهدف الرئيسي من لقاءاتنا اليوم أننا بالإضافة لهذه الندوة نريد برنامج معكم، يعني مع الجامعة نفسها ومع المكتبة برامج أكاديمية إما قصيرة الأمد، نسعد ونتشرف أن نرسل موظفين وطلاب الجامعات إلى هنا بالتنسيق مع الجامعات التي توقعنا مع اتفاقيات في السعودية لتلقي التدريب، ونسعد بالعكس أيضا أن يزورنا أحد، أتمنى مثل ما نرى مع الدكتور عبد الله طلاب الماجستير من جامعة نابولي يقومون بالتنقيب في جامعة المملكة العربية السعودية، أريد طلاب الماجستير من جامعة الإسكندرية وغيرها أن يشاركون في التنقيب سواء البري أو البحري، وهذا أمر يعني بسيط ومقدور، يعني إذا استطعنا نعمله مع دول بعيدة فالأقربون أولى بالمعروف، ونستفيد من بعض خبرتنا وخبرتكم تصب في الصالح العام. المسار الأكاديمي نريد أن نفعله بشكل أفضل إن شاء الله. أنا حقيقة يعني أقدر الحضور جميعاً، ومن الناحية البروتوكولية وأنا لست جيد في حفظ الأسماء، لذلك طلبت من صديقي يغششني بعض الأسماء وأعطاني أسماء الحضور بشكل دقيق حتى ما أكون أخطأت في بعضهم. فأنا أكرر يعني شكري وترحيبي، وتحديداً أشكر سعادة مدير المكتبة الدكتور أحمد عبد الله زايد الله يسلمه ويبارك فيه، شكرا على الاستضافة والتنسيق، وأيضا نشكر رئيس الجامعة ونتمنى له الشفاء العاجل، ويعني ونقدر اهتمامه ويكفي صراحة حرصه وحضوره كأنه حاضر معنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز، ونشكر طبعا أخونا الغائب الأستاذ الذي في الغالب أنه الآن تحت
تحت يعني احد المقابر الفرعونيه يبحث عن قطعه دكتور مصطفى وزيري في اغلب الاحوال، يعني اللحظه هذه لو 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 رفعت السماعه عليه وكلمته في الاغلب انه فتحت يعني مكان ما يبحث عن كنز من الكنوز ان شاء الله. واشكر زميلتنا الدكتوره نوريه، مفاجاه ساره ان الزملاء بشرونا انها موجوده. دكتوره نوريه، نايس ميتينج يو اند ريلي جلاد تو هاف يو this morning, and in shallah we will work together through the UNESCO chair that is now founded in the university in shallah. انا اسف اني اذا اغفلت احد. نشكر زملائنا طبعا في السفاره السعوديه دائما داعمين، وسعاده القنصل يمثلهم، بارك الله فيه، حرصك وتواجدك يساعد حتى على البرامج القادمه ان شاء الله، لو كان في تبادل خبراء، تبادل طلاب في المدينه الجميله هذه في هذا الموقع الجميل. انا اعتذر منكم جميعا، اخذت اكثر من الوقت المطلوب، لكن هي يعني مشاعر رغبت اني اشارككم فيها هذا اليوم المبارك. زملائنا ان شاء الله مجهزين لكم اوراق عمل جميله مفيده نستمتع فيها جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جاسر، شكرا جزيلا على هذه الكلمه التي يبدو انها من القلب، يعني تماما، يعني واضح جدا انها من القلب. يعني نقط كثيره اثرها الدكتور جاسر حنتناقش فيها على مدى الايام اللي جايه، علاقه التراث بالسياحه، البحر وكونه حقيقه مش بالبساطه اللي البعض متخيلها. البحر هو ناقل للحضاره، هو ناقل للغه وللدين وللعماره. يعني التشابه، طبعا تشابه هنلاقيه حتمي في حاجات كتير جدا ما بين الناس اللي على ضفتين اي بحر. يعني ففي نقط كثيره اثيرت وهنتكلم عنها التفصيل. يعني finally I'd just like to invite دكتور نوريه سانز for her short يعني welcoming note. Once she found out about the event, she did not hesitate a minute. She said, I'm coming. She came all the way from Cairo, and she's coming back to Cairo today. So a warm welcome for you. And she has been here only for a few months, I think, a couple of months or something in Egypt. And personally, I'm very excited because she's an archaeologist by training. So we have a common language in between us. So please, Maria. Shukran. Sabah el khair. Good morning, everyone. UNESCO is always feeling at home when being in Alessandria. So this is a very important place for the history of UNESCO. And this is a very important event to celebrate international cooperation. So we thank all of you, excellencies. My, of course, thankfulness goes to the director of the library, the director of the center. Dr. Yasser, it's a pleasure to meet you here. Of course, all the scholars, all the friends of the library, and all the friends of UNESCO. When I started reading the program and when I received this very, very kind invitation and say, this is the right moment, very, very right moment, my words here are not going to be specifically addressed to some of the very, very skilled issues that are, of course, your métier, your job. But just to put the underwater archaeology in a bigger frame, in the frame of international cooperation for climate change, as well as in the bigger frame of United Nations relation to water. So, there's any problem? Okay, thank you very much. When I started reading the program, I just finished one of my wonderful experiences here in COP27. For the first time in a COP27, UNESCO, with many, many partners, but especially led by the Minister of Water and Irrigation of Egypt, consolidated our action in one special pavilion, and the pavilion was a water pavilion. So I think that was a very important lesson learned. Underwater archaeology should be associated to COPs. Underwater archaeology and water are a very special matter for whatever is going to happen in the next UN Water Summit. Water Summit in March in New York, 2023, needs to encapsulate as well all this intimate relationship between the humans and water. So we are working hard with, of course, the League of Arab Countries, Arab Nations. We are strengthening cooperation to put forward an agenda that thinking in water, thinking about environmental issues, but in intimate relationship with cultural heritage and cultural diversity over years, over centuries, and over millennia. For the first time in our
Secretary General, Mr. Guterres, has decided to include many, many other issues, cultural aspects that were not included in the former agendas. So I'm sure that this meeting will, of course, put forward some ideas to be celebrated, to be discussed in March in New York in this very important, unique water summit occasion for all of us. When reading as well the program, I was thinking in the oldest archaeology ever. I was thinking in prehistory. Right now, the refinement of all the techniques allow us to create a very impressive knowledge about this first step of our cultural diversity. Underwater archaeology, in my opinion, should be much more focused because we need, as archaeologists, much more focus on the Pleistocene sites, Pleistocene and the transition to Holocene sites. Dr. Yasser just discussed, included some ideas about this kind of movement. Underwater archaeology is the only possibility we have to understand the first, the second out of Africa. But the way to come to Africa as well is not unidirectional, but bidirectional. And it is a moment, I think, to commend an unprecedented commitment developed by Saudi Arabia over the last at least 10 years to discover, to understand, and to plan what a prehistory means for the country and for the Arabic Peninsula and for all the intercontinental relationships. So I think that is extraordinarily important. If you read, if you have a look, I made it yesterday, Google Scholar, just to be informed, updated about which are the refinements of the techniques of DNA vis-a-vis underwater archaeology. Extraordinarily important. So it seems to me that after the UNESCO program had more than 15 years thinking about human evolution, underwater should be much more present in there. Some examples that perhaps make you think and feel that there is any kind of neighborhood that could be created. Underwater archaeology convention has a very important, let's say, added value, because water is capable, is an enabler of putting together different conventions of UNESCO. Illicit traffic, of course, but mainly the World Heritage Convention. I'm looking at Saudi Arabia now because I know what is going to be your very, very important role this year vis-a-vis the World Heritage Convention. I have the feeling that this kind of marriage relationship has not been sufficiently consolidated. Saudi Arabia and the meeting of World Heritage could be an opportunity by site events in trying to promote in how the two conventions could work together. Some examples. Within prehistoric archaeology, Chinchorro. Chinchorro is one of the most amazing hunter-gatherer culture, starting 10,000 years ago in the most arid coast of Chile, right now in the World Heritage List. But this is an enormous compound about underwater archaeology because it's the only place in the world that we can see more than 36 meters of shell mounds in the Pacific Ocean. So I think this is an enormous school of knowledge. Another one, Banco Chinchorro in Mexico. Very, very important. More than 33 ships is the history in Europe, but transport in the coast of the Caribbean in Mexico. So I think this is extraordinarily important. When thinking about this extraordinary cooperation between Saudi Arabia and Egypt, I would like to focus my attention in this kind of intercoastal permanent relationship over millennia, and everything is in your hands. And believe me, if I tell you that UNESCO is more than happy, is more than eager, really, to help this effort. A second point I would like just to raise is another kind of very important link. And this important link is related to the decade of United Nations on oceans. You know that UNESCO has developed this kind of a strategy about ocean literacy. I think it's absolutely important to develop underwater ocean literacy vis-a-vis even the newcomers, the tourists,
national or not national. But I think there is a very important role, very enormous fenêtre window for strengthening the cooperation and to invent, according to the results of this meeting, something which is literacy for tourism. They know that they are going to be surprised. They know how fragile and vulnerable this world is, but they know that they can contribute. And I think when a site is nominated, it's extraordinarily important because the people is informed and people feel committed. And of course, this kind of a domino effect is going to create a bigger community of interest all over the world. So I'm so happy and enthusiastic about the effort that is being made here. Very, very important. This another idea, ocean decade. You know that we are as well in the environmental restoration decade. And there is always a window to participate internationally, just to identify a flagship project. Think about that. Because that could be, whatever is the result of this meeting, and according to your discussion, very important, and you can count on us. Because UNESCO, within the decade, is putting forward a very important initiative, which is called Human Nature, just one, one N, just to reflect the intimate relationship between both. So I think it's extraordinarily important to identify some points, some settings, some sites. And when looking at the map of the Biosphere Reserve, when looking at the map of the geoparks, I think geoparks and marine coastal biosphere reserve are key, are home as well for developing whatever kind of objectives you could put forward after this meeting. Extraordinarily important. My last point, UN International Days. Let's celebrate together in June the Ocean Day, but just devoted to underwater archaeology. Let's discuss about the possibility to enjoy celebrating together the UN International Days on peatlands, wetlands. I think archaeology should be much more included. Underwater archaeology should be much more included in the green bloom agendas. So I think whatever happened during millennia of people in continents and new lands, it's very well preserved. And we need to rebuild the secret because this kind of knowledge is absolutely important to cope with the COPs and with climate change. Underwater archaeology is the big possibility we have to stop talking only about natural species. When you read the IPCC report, what is underwater archaeology? What is prehistory? All the data, which is very accurate, but all the data is just 50 years. 50 years old, not more than this. We have in hand an unprecedented amount of knowledge, and we have all the technologies we need. Underwater archaeology is an enabler to better understand what we are doing here, what is our role within the planet, and what is as well our responsibility. I think it's a privilege to work in matters related to underwater archaeology. You can count, of course, with our office and all my best. I will be, of course, enjoying listening to you and, of course, learning about Red Sea. Thank you very much. It's a pity that you're not going to stay for tomorrow, because tomorrow we're going to talk a lot about the convention, about the ocean decade, and about, you know, lots of UNESCO things. But yes, yeah. Yeah, ocean literacy is a key point. We have been working with this, and we probably, you know this, but we just got a grant from UNESCO to develop a cartoon film about the oceans. The students are here. Well, please, I would like to invite you, Dr. Ahmed, Dr. Jasser, and Nuria, Dr. Nuria, to come down there for some gift exchange. طيب الموضوع بتاع التراث الثقافي المغمور بالمية احنا بنبص له من كذا زاويه.
ولما اتكلمنا مع الجانب السعودي سواء واحنا هناك او عن طريق الايميلات وكده، ففي كذا اسبكت في القصه دي. البرزنتيشن دي عن الجانب الخاص بالتعليم والتدريب في مجال التراث الثقافي المامور بماي. هبدا بستيتمنت هي الوحيده اللي بالانجلش في البرزنتيشن كلها، هو قالها واحد انجليزي بتاع علوم بحار بتاع اوشنوغرافي اسمه سير آرثر كلارك. وآرثر كلارك بيقول how inappropriate to call this planet earth when it's clearly ocean. الراجل بيستغرب جدا احنا ليه مسمين الكوكب ده كوكب الارض مش كوكب البحر، في حين ان الاغلبيه هي بحر مش ارض. ومن هذا المنطلق الحقيقه أنشطة كتير جدا إحنا بنعملها مش موجهة للبحر. يعني زي ما دكتور نوريا كلمت وهنتناقش بكرة في القصة دي، إن الأمم المتحدة مخصصة العشر سنين دي لدراسة البحر، دراسة المحيطات من كل جوانبها. الدول العربية أو المنطقة العربية سواحلها حوالي 20,000 كيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي، مساحة شاسعة لم يدرس منها إلا القلة القليلة، يعني النذر اليسير من هذه السواحل. ولسه الدكتور جاسر كان بيقول الكلام ده النهاردة الصبح والدكتور عبد الله، في حين أن الساحل ده هو بتاع كل الحضارات، يعني ما نعرفش حضارات قديمة بهذا القدم إلا في المنطقة العربية، من أول الفينيقيين والمصريين القدماء والإغريق لما جم مصر، لما جم البحر المتوسط، والرومان والعرب والكنعانيين وكل القصة دي كلها في المنطقة العربية. يعني من حيث التاريخ هو تاريخ بحري بالدرجة الأولى، ومن حيث الجغرافيا هي جغرافيا بحرية بالدرجة الأولى. مش بس كده، لكن أوائل الاكتشافات في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه كانت في المنطقة العربية. يعني يمكن كثير ما يعرفوش الكلام ده، من 1907 تم العثور على سفينة مهمة جدا في منطقة المهدية في تونس، سفينة رومانية. 1907 ما كانش حد يسمع عن حاجة اسمها الآثار المغمورة بالمياه. 1910 شغل الفرنسويين في ميناء فاروس الغرقان في إسكندرية، وقت مبكر جدا، حتى العلم ده ما كانش ليه وجود. يعني أنشطة مبكرة جدا في هذا المجال في المنطقة العربية. حتى الدراسات العلمية المتخصصة بدأت في المنطقة العربية. يعني شغل نيكولاس فليمينغ في ليبيا في 58 وعمل كتابه الرائع City Under the Sea عن ليبيا وعن سواحل سوسة وأبولونيا. شغل أنر فروست طبعا البريطانية في منطقة لبنان، صور وصيدة وجبيل والمنطقة دي، وعملت كتابها الشهير Under the Mediterranean سنة 66. يعني شغل مبكر جدا برضو في المنطقة العربية. احنا بنتكلم عن التراث الثقافي ممر بها بشقيه البحثي والأكاديمي أو البحثي والعلمي والتدريبي. يعني هنلاقي ان الدول العربية الحقيقة لها نشاط بحثي كتير. يعني برضو يمكن الكثيرين ما يعرفوش الكلام ده، لكن مش بس مصر، مش بس السعودية، لكن في 12 أو 13 دولة عربية عندها مشروعات بحثية في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه. الإمارات وعمان ولبنان والسعودية وسوريا ودول كثيرة جدا. فمشروعاته مشروعات مهمة الحقيقة. يعني شغل اللي بتعمل في لبنان حاليا على الجبيل، ميناء فينيقي قديم جدا وغارق تحت المية وميناء رائع مبهر. يعني الشغل اللي اتعمل في سوريا الأرصفة الرومانية في طرطوس مشروع مهم جدا جدا برضو. الشغل اللي اتعمل في تونس طبعا، وتونس حقيقة عندها مشروعات كثيرة في هذا المجال، مش مشروع ولا اثنين، لكن تنقيب عن بقايا مدن غارقة. والحقيقة موضوع المدن ده موضوع شاذ واستثنائي. يعني الناس ما تتصورش ان اغلب الغرقان في البحر مدن. الطبيعي ان اللي يغرق في البحر سفن، ده شيء بديهي، لكن كنا نلاقي مبنى في البحر ده شيء استثنائي جدا. لكن المنطقة العربية مليانة حاجات من دي. جزائر احواض تربيه الاسماك الرومانيه في شرشال، الاردن الشغل اللي عملته هيئه الاثار المصريه او وزاره الاثار المصريه مع الاردن في تنقيب عن ميناء اسلامي، ودي كانت اول مره نلاقي حاجه اسلاميه غرقانه في المايه. عمان شغل رائع بيتعمل في صدنات عمان سواء في السفن او في المواني المغموره بالمياه. قطر كذلك والكويت كذلك. وطبعا الشغل اللي بيتعمل في المملكه العربيه السعوديه على هذا الساحل الطويل الممتد، سواء البحث عن مواني قديمه او سفن غارقه، وزي ما قلت احنا كان لنا الحظ ان احنا نبقى لينا دور في هذا. يعني الحقيقه مصر شغاله في المجال ده من فتره مبكره، مش هتكلم عن 1910 والحاجات دي، لكن احنا بنشتغل في المجال ده من منتصف التسعينات تقريبا.
بداية بالبعثات اللي تم يعني العمل في اسكندرية، وانتقالا إلى إنشاء وزارة إدارة الآثار الغارقة وإنشاء مركز الآثار البحرية وإلى آخره. فعندنا مواقع كثيرة في البحر المتوسط وفي البحر الأحمر وفي النيل، ويمكن زميلي دكتور محمد صافي هيتكلم عن القصة دي بأكثر استفاضة. ولكن ميثاق اليونسكو اللي هنتناقش فيه بكرة في المادة 21 منه بتقول صراحة الدول الأطراف الدول الموقعة على هذا الميثاق تتعاون من أجل تقديم التدريب في مجال الأثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المبور بالمياه والقيام بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث. يعني بند صريح بيتكلم فيه عملية التدريب ونقل التكنولوجيا. تقرير بيصدر عن اليونسكو كل فترة الحقيقة بيرصد الجامعات في العالم والمعاهد في العالم اللي فيها برامج تدريبية أو أكاديمية لهذا التخصص. فالتقرير ده آخر فيرجن منه يعني أو آخر إصدار منه رصد 96 جامعة وهيئة أكاديمية في العالم في 36 دولة فيها دراسات للتراث الثقافي مبور بالمياه. رقم كبير الحقيقة مش شوية يعني 36 دولة و96 برنامج ده عدد كبير. ولكن نبص بقى على المنطقة العربية هنلاقي إن احنا في اجتماعات كثيرة جدا سواء أنا حضرتها أو زمايلي حضروها كل اجتماع بناخد قرار بإن لازم التراث الثقافي المبور بالمياه يدرس في الجامعات العربية، لازم ينشأ مراكز لهذا التخصص في الجامعات العربية. اجتماع المنامة 22، اجتماع في الشرقة 2019، اجتماع في رباط 2016، اجتماع في تونس 2016 برضو، كل دي اجتماعات عربية وورش عمل إقليمية سواء من خلال اليونسكو أو من خلال الألكسو المنظمة العربية لعلوم التربية والثقافة، وكلها الحقيقة بيصدر عنها تقريبا نفس التوصيات: إدراج التراث الثقافي المغمور بالمياه كمادة في برامج التعليم الجامعي في المعاهد العربية، تشجيع إجراءات بناء القدرات التدريب يعني في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، تشجيع إنشاء برامج ماجستير متخصصة في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه، زيادة التعليم الأكاديمي. يعني هي تقريبا مور اور لس نفس التوصيات بتتكرر في الاجتماعات اللي بيحضرها ممثلين من دول عربية كثير. وبالتالي لما نتكلم عن التعليم والتدريب في مجال التراث الثقافي المبور بالمياه احنا عندنا شقين من التعليم، نوعين من التعليم. التعليم الاكاديمي المتخصص اللي بيطلع متخصص يعني دارس قاعد في محاضرات وخد امتحانات واتمرن وخد درجه علميه سواء كانت درجه ماجستير او درجه دبلوم او درجه دكتوراه او واتيفر، والتعليم المفتوح اللي هي نوريا قالت عليه النهارده ليترسي. التعليم المفتوح محو الاميه لكن على مستوى تخصص يعني. والتعليم المفتوح ده تقدمه اي جهه، مكتبه، جامعة، NGO منظمة غير حكومية، برنامج إعلامي في التلفزيون، مواد إعلامية، تدريب أفلام، كل دي وسائل من التعليم المفتوح. والحقيقة مصر هي عندها تجربة جيدة جدا في الحالتين وده اللي هنستعرضه النهاردة في البرزنتيشن. بالنسبة للتعليم الأكاديمي المتخصص تجربتنا هي مركز الأثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في كلية الأداب جامعة اسكندرية. المركز أنشئ 2009 بقالنا 14 سنة وهو بيقدم برنامج أكاديمي متخصص في هذا المجال، وهو مفتوح لكل دارسي الآثار والتاريخ والجغرافيا والتراث وعلوم المتاحف وعلوم المحيطات والإعلام وكل ما يتعلق بهذا الموضوع حتى من بعيد. يعني مش لازم يكون خريج آثار بيرسي يعني، لكن هو موضوع بيني في تخصصات كثيرة بينية داخلة في هذا المجال. فالمركز بيقدم تعليم أكاديمي متخصص، والحقيقة أنا دايما بقول إن هو مش المكان على قد ما هو الناس، على قد ما هو الفريق، الباشن اللي عند الفريق يعني. يعني المركز ده قائم كله على 6 انفار او 7 انفار زي ما انتم شايفين يعني. عدد مش كبير، باحثين شباب صغيرين، انا طبعا اعجز واحد فيهم خالص يعني، هم كلهم عيال صغيرين يعني لمؤاخذه. شباب في العشرينات وفي الثلاثينات هم اللي شايلين التخصص ده في مصر تقريبا يعني. البرنامج الاكاديمي زي ما قلت هو دبلوم وماجستير، دبلوم دراسات عليا وماجستير. والهدفه مش بالضروره انك تطلع تشتغل في المجال ده، لكن هدفه هو يعني ربط ما بين التخصص بتاع الطالب اللي داخل ده وما بين المجال ده. يعني بيخش طالب مثلا دارس صحافه بيلاقي رابط ما بين الصحافه وما بين التراث طبعا، بيخش طالب دارس اعلام، دارس متاحف، دارس هندسه اكشلي، دارس حاجه تانية، بيلاقي هذا الرابط من خلال الدراسه في البرنامج. كمان طبعا في الشق التجربات العمليه، الشغل في الاثار هو شغل عملي بالدرجه الاولى، حتى احنا بيصعب علينا قوي ان احنا يتقال علينا قسم يعني كليات نظريه، لكن لا طبعا هي مش نظريه بمعنى يعني انت قاعد في البيت او قاعد في المكتب، شق
كبير وأساسي من دراسة الآثار هو التدريب العملي hands on، إيديك تنزل بالموقع تشتغل برا أو بحرا، يعني ما فيش آثار بتدرس والناس قاعدة في مكتبها. يعني التدريب الميداني كمان، يعني مشاركة الطلاب والباحثين والخريجين في مشروعات حقيقية، بعثة زي ما الدكتور جاسر تفضل وتكلم، أو بعثات أثرية بشتى الطرق، يعني الناس تطلع تتمرن فيها. احنا كان عندنا دايلاما لفترة من الفترات كده وتحلت الحقيقة، يعني مع وزارة الآثار، هل الطلبة يطلعوا يتمرنوا في المشروعات الأثرية ولا هم عشان طلبة ممكن يعملوا حاجة غلط؟ لغاية ما حسمت الجدال ده باتفاق ما بين الجامعة وبين وزارة الآثار بقاله سنين طويلة، يعني ان طالب لازم يتعلم زي طالب الطب، ما ينفعش اعلم طالب الطب هو قاعد في البيت او في قاعد بيذاكر من كتب، لازم يمد ايده ويروح ويشوف ويكشف، نفس المنطق. يعني كمان عندنا الحقيقة مشاركات دولية، وده عنصر مهم جدا. فكرة انفتاح الباحثين والدارسين على دول تانية بتعمل حاجات مختلفة، نقطة مهمة في بناء الكاباسيتي ده. على مدى السنين اللي فاتوا احنا شاركنا في تدريب او ورش عمل او مشروعات بحثية في 12 دولة، وده الحقيقة انا يعني فخور بظهور الطلبة بتوع المركز وخروجهم الى تدريبات والى مشروعات اخرى في دول تانية، يعني وبالتالي بيرجعوا بفكر مختلف ببروسبكتيف مختلف. الحقيقة برضو نجحنا ان احنا نعمل اتفاقية منحة ماجستير مع مؤسسة أونر فروست، وهي مؤسسة بريطانية، هي بتقدم منحة مجانية كل سنة لطالب مصري او من منطقة بتدعمها هذه المؤسسة يدرس في المركز درجة ماجستير مجانا تماما، يعني وعلى مدى السنين طلبة دول كلهم شغالين في المركز. المشروعات البحثية بتاعتنا هي ممولة من أونر فروست فاونديشن، دي جهة، من مولة من مشروعات الإراسموس، مشروعات الاتحاد الأوروبي، دي جهة أخرى، ومن مولة من الأرت أند هيومانيتيز ريسيرش كونسل في بريطانيا، ودي جهة ثالثة، والمشروعات يعني كلها فاندد باي هذه الأورجنايزيشنز. وإحنا عندنا ثلاث مشروعات أساسية إحنا بنشتغل فيهم في مركز الآثار البحرية. المشروع الأول هو البحث الأثري في منطقة مرسى أو ميناء روماني، ميناء مرسى بجوش، وهنتكلم عنه يمكن بتفصيل بعد كده في برزنتيشن أخرى. المشروع الثاني هو توثيق السفن التاريخية في البحر الأحمر، والمشروع الثالث هو تنقيب عن سفينة محددة، هي سفينة جزيرة سعدنة، وهقولها بريفلي. موقع مرسى بجوش هو أكبر موقع بنشتغل فيه، بنشتغل فيه من 2015، هي ميناء روماني كبير جدا، يعني طوله حوالي 3 كيلو، وظل مستخدما منذ العصر الروماني المبكر لغاية الحرب العالمية الثانية، يعني قعد 2000 سنة مستخدم، فعندنا أدلة أثرية عمرها 2000 سنة، بقايا سفن وسفن وبقايا قطع أثرية ومنشآت، يعني أرصفة غارقة احتمال، يعني لسه مش متأكدين، بقايا مرسوات كثيرة جدا، evidence material evidence عن استغلال مكان لمدة 2000 سنة، وهو ميناء طبيعي ما فيش فيه مباني خالص، هو مستخدم كميناء طبيعي. فده اللي احنا بنشتغل فيه وبنتمرن فيه في خلال المشروعات دي. المشروع التاني هو مشروع توثيق السفن التاريخية في البحر الأحمر، وفي واحد من زملائي هيتكلم عنه بعد كده. ده المشروع ده بدأ 2017 ومستمر لغاية دلوقتي. احنا بنعمل documentation لسفن غرقانة في البحر الأحمر بتستغل أو بتستفاد منها سياحيا، ودي نقطة مهمة جدا برضو ذكر هذا الموضوع، إنها مصدر جذب أساسي لسياحة الغوص في مصر. وحقيقة يعني معنا الأستاذ إسماعيل من غرفة الغوص والرياضات البحرية يمكن هيتكلم بكرة، إن بعض السفن دي بيدخل دخل لمصر أكتر من الهرم الأكبر، يعني من حيث الإنكم بتدخل فلوس لمصر بشكل هائل جدا، وبالتالي تستدعي إنها توثق ويحافظ عليها. فإحنا دي أحد المشروعات اللي إحنا بنعملها، دي بعض السفن اللي اشتغلنا عليها، هم حاليا 4 تم توثيقهم، وهنتكلم عن الموضوع ده لاحقا. دي واحدة منهم، دي مركب من الحرب العالمية الثانية، طولها 128 متر، مركب ضخمة جدا وغرقانة في منطقة رأس محمد، وتم توثيقها بالكامل من خلال هذا المشروع من جوه ومن بره، وبالتالي عندنا فيرتشوال موديل لها، نقدر نعمل لها مونيتورنج، نقدر نعمل لها مانجمنت، يعني نقدر نعمل لها حاجات كتير. في الشغل احنا ما بنعتمدش على بس المجموعه اللي شفتوها طبعا، 5 أفراد أو 6 أفراد، لكن دايما معانا شركاء كتير من جهات اخرى. يعني المشروع الثالث هو مشروع جزيره سعدنه، والحقيقه الموضوع ده يعني اصبح له بعد تاني خالص لما اشتغلنا مع الجانب السعودي في هيئه التراث. ان سفينه جزيره سعدنه والتي اكتشفت في مصر في منتصف التسعينات وبنشتغل عليها لغايه دلوقتي، هي نسخه تقريبا طبق الاصل من سفينه املج الغارقه في المملكه العربيه السعوديه. السفينتين من نفس التاريخ، نفس النوع، نفس الحجم، نفس الديستنيشن، كانوا رايحين نفس المكان، كانوا رايحين السويس، وكلتاهما بيرجع الى منتصف القرن الثامن عشر. دي سعدانه ودي املج،
الديزاين تقريبا واحد، البضاعه اللي كانوا شايلينها واحده، الاثنين كانوا شايلين بورسلين وفخار، شكل المراكب واحده، مقاساتها واحده، وبالتالي هم جزء من اسطول واحد كان بيعمل في البحر الاحمر بشقيه او بجانبيه الشرقي والغربي. الانالوجي ده او التشابه ده بالنسبه لنا شيء مبهر يعني. والحقيقه انا عشان انا عجوز فانا حصل لي يعني الشرف ان انا اشتغلت على ام على سعدنا في منتصف التسعينات، واشتغلت على ام لوجستان اللي فاتت، فيعني بالنسبه لي شيء علميا رائع يعني. ده الفريق اللي كان معانا، والشباب كلهم موجودين هنا الحقيقه من هيئه التراث ومن البعثه الايطاليه بتاعه جامعه نابولي لاريونتالي. في السنين اللي فاتت احنا تعاوننا مع هيئات وجامعات ومؤسسات كثيره جدا، عشرات الجامعات، سواء من مشروعات مشتركه او تبادل او الى اخره. والحقيقه تم بلوره هذا الشكل في شكل منظم من خلال حاجه اسمها شبكه اليونسكو لتوامه الجامعات، يونسكو يونيتوين نتورك. الشبكه دي انشئت 2012، وكانت جامعه اسكندريه احدى اربع جامعات مؤسسه لهذه الشبكه. يعني كنا احنا جامعه ساوثهامبتون في انجلترا، جامعه فليندرز في استراليا، وجامعه جنوب الدنمارك. انشئت هذه الشبكه وهي شبكه توأمه تحت مظله اليونسكو. النهارده هي فيها 34 جامعه من و15 منظمه من دول كثيره جدا جدا جدا، بنتعاون مع بعض وبنشتغل ريسيرش مع بعض وبنعمل ببليكيشنز مع بعض وبنتبادل الطلاب مع بعض، فتحت مظله منظمه اليونسكو. كمان 2020 يعني أضفنا إلى شغل مركز الآثار البحرية موضوع كرسي اليونسكو العلمي للتراث الثقافي مغمور بالمياه، وده برضو مشروع تاني عدت سنتين منه لغاية دلوقتي. والحقيقة من خلال كرسي اليونسكو قدرنا نعمل شغل هايل مع منظمة اليونسكو، هنتكلم عنه بكرة، publications وطباعة أو نشر بعض الكتب بالعربي بالذات، ودي نقطة ما كانتش شائعة قوي قبل كده. كل ما سبق هو التعليم الأكاديمي المنظم. بعد كده عندنا التعليم غير الأكاديمي، عندنا المحاضرات العامة والمواد الإعلامية والتوعية والتدريب وبتاع. وهنا الحقيقة مكتبة اسكندرية بتلعب دور رئيسي في هذا الشأن. عشرات المحاضرات والمؤتمرات والندوات زي بتاعة النهاردة كده بتنظمها مكتبة اسكندرية في مجال التراث الثقافي بشكل عام والتراث الثقافي الممور بمياه بشكل خاص. على مدى السنتين اللي فاتوا أو ثلاث سنين اللي فاتوا عملنا مجموعة كبيرة من المحاضرات، استضفنا بعض الأساتذة الزائرين اللي اتكلموا في الموضوع ده، عملنا يعني publications أو نشر علمي في مجال التراث بشكل عام والتراث البحري بشكل خاص، مؤتمرات كثيرة في القاعة دي تشهد عليها وقاعات أخرى تشهد عليها في هذا المجال، منها اللي اتعمل على مستوى إقليمي، منها اتعمل على مستوى مصري، بس عملنا دورات تدريبية للجهات المعنية منها القوات البحرية ووزارة السياحة وحرس الحدود وكل من له علاقة بهذا الشأن، عملنا محاضرات في مكتبة اسكندرية. اخيرا عندنا مشروع، الحقيقه هو مشروع عملوه طلاب المركز، يعني انا مش طرف فيه كمسؤول عنه، لكن هو مشروع عملوه الباحثين في المركز لوحدهم، هم اللي جابوا له فاندنج وجابوا له تمويل وبداوا يشتغلوا عليه. هو مشروع توعيه بالتراث الثقافي المبور مياه للاطفال، وهنتكلم عنه بكره الحقيقه بشكل اكثر تفصيلا، وبيتعمل تاني مع مكتبه اسكندريه. يبقى احنا هنا في الليترسي زي ما سبق وذكره، دي اكتيفيتيز كتيره بيتعمل فيها، بيتعمل في مشروع وهتذكر بكره تفصيلا. وصدر عن هذا المشروع كتاب مغامرات بحار ونجمة البحار، وبرضه هنتكلم عنه تفصيلا، نشرته مكتبة الإسكندرية، وهو احد منتجات هذا المشروع. ودي اول مرة الحقيقة في التاريخ يعني يتعمل كتاب للأطفال باللغة العربية عن التراث البحري. كمان اتعملت مجموعة من الكورسات اونلاين او من المحاضرات اونلاين تحت مظلة اليونسكو، من ضمنها محاضرات تدريب إقليمية على مستوى الدول العربية، اتعملت كتير في سنة الكورونا أو سنتين الكورونا، ما كناش عارفين نروح في أي حتة، وفي نفس الوقت مش عايزين نقعد ساكتين، فبدأنا نشتغل أونلاين لغاية ما ربنا فرجها وبقينا نشتغل فيس تو فيس. مبادرة أخيرة الحقيقة، وهي أنا برضو يعني سعيد بها، هي تمت السنة اللي فاتت وتم افتتاحها من حوالي أشهر قليلة، وهو أول دورة مفتوحة عبر الإنترنت عن التراث الثقافي المغمور بالمياه، بتنظمها البلاتفورم أو منصة المنتور للتعليم المفتوح. المنصة تم إطلاقها من حوالي أسبوعين. مين اللي بلاقي الأثار المغمورة تحت المياه؟ مش المتخصصين، العام، الناس، أي حد ممكن يلاقي أثار تحت المياه. وبالتالي لازم الناس تبقى عارفة تعمل إيه لو لقيت أثار تحت المياه. مش بس كده، لو أنت مهندس أو طبيب أو حتى محامي أو محاسب أو في أي تخصص، تقدر تشتغل وتتمرن وتكتسب خبرة وتتخصص في مجال الآثار المغمورة بالمياه. الكورس ده
هنعرف الآثار بتتلقى إزاي، بتتلقى فين، نعمل إيه لما نلاقيها، أهم طرق العرض لهذه الآثار، إيه أنواع الآثار الغارقة، والفرق بين أنواع المواقع المختلفة، والتكنولوجي اللي بيستخدم في اكتشاف والحفاظ على هذه الآثار. في نهاية الكورس ده هنكون قادرين إن احنا أولاً نعرف الآثار دي ممكن تكون موجودة فين، ثانياً نعرف نعمل إيه لو لقينا موقع أثري، ثالثاً أهم طرق حماية هذه الآثار والحفاظ عليها. يلا بينا نبدأ رحلتنا في استكشاف أسرار الآثار المغمورة. كورس أونلاين مفتوح بالعربي، وأعتقد إن هو ممكن يكون فاونديشن جيدة جدا لأي حد عايز يعرف في المجال ده أو حتى مش متخصص. تراث ثقافي ممر بمياه مجموعة عوامل كلها لازم تشتغل مع بعض، مش بس تعليم وكتب ودرجات علمية، لكن كمان توعية وتنمية وسستينبل ديفلوبمنت وتوريزم وتقنية تكنولوجيا طبعا بتتطور بشكل مذهل في هذا المجال. علاقة التراث الثقافي مبرور ما بالبيئة لأنها المسألة مسألة حتمية وحنتكلم عنها برضو بكرة أكتر من كده، والبحث العلمي هو جزء أساسي من هذه المنظومة. أشكركم شكرا جزيلا. طبعا يسعدني مزيد السعادة الحقيقة أن أنا أقدم دكتور عبدالله الزهراني. دكتور عبدالله هو مسؤول الأثار أو مدير الأثار في هيئة التراث، ودكتور عبد الله هيكلمنا عن التراث الثقافي المعمور بمياه في البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. وأنا حقيقة يعني عن قرب أشهد باهتمام إدارة الآثار بهذا المجال، والشباب الموجودين فيها يعني شيء مبهر الحقيقة، شيء مفرح. يعني أنا أعرفهم من فترات طويلة ومن سنين طويلة، لكن اللي شفته في الفترة اللي فاتت دي يعني الحقيقة مبشر جدا بالخير. دكتور عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وترى أنا عندي مشكلة يا دكتور عماد مع الوقت، فإذا مسكت بكم وقت طويل جدا فنبهني فقط يعني. وأود في البداية في الحقيقة أن أتقدم بالشكر الجزيل لمكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية على هذا التنظيم المميز، وإلى زميلنا الدكتور عماد على وفريقه المميز في الحقيقة على هذا التنظيم الرائع. والدكتور عماد في الحقيقة هو أكثر من أستاذ بالنسبة لنا في الآثار الغارقة، وأخ عزيز في الحقيقة للمملكة بحكم عمله السابق في محافظة جدة، وكذلك أيضا في عدد من القطاعات الأخرى، واستشارته وأيضا مشاركته معنا في كثير من الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، فهذه يشكر عليها في الحقيقة وفريقه المميز. وكما تشاهدون اليوم سنتحدث عن التراث الثقافي المغمور بالمياه في البحر الأحمر في جانب المملكة العربية السعودية. والحقيقة يعني قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع يجب أن نعطي على الأقل مقدمة بسيطة عن التراث الثقافي في المملكة العربية السعودية، خاصة ربما أن الكثير من هنا لم يتمكن من الحضور للمملكة أو الاطلاع على نتائج الاكتشافات الأخيرة التي حدثت في المملكة خلال الفترة البسيطة. وكما تعرفون أن الجزيرة العربية التي تمثل المملكة العربية السعودية أكثر أراضيها اليوم تقع في أكبر نطاق صحراوي ممتد من المغرب إلى الصين، والربع الخالي الموجود في المملكة العربية السعودية اليوم يقع في جنوب هذا القلب، ويعتبر أكبر منطقة رملية على وجه الأرض. وفي الحقيقة أن هذه المنطقة وخاصة أراضي المملكة العربية السعودية مرت بفترات مناخية متغيرة جدا، من فترة ما قبل التاريخ التي نتحدث عنها اليوم أكثر من 2 مليون سنة تقريبا إلى الفترة المتأخرة. ومرت هذه الأرض في الحقيقة ب فترات متعددة من المناخ الجاف والمناخ الرطب والتصحر، وكذلك البيئات الخضراء التي استقطبت الإنسان ليستوطن في هذه المناطق. وهناك مشروع عملاق كبير جدا تقوده اليوم هيئة التراث، وهو مشروع الجزيرة العربية الخضراء. ولا يمكن الحديث عن هذا المشروع وعن هذه المواقع في الحقيقة دون الإشارة إلى البحر الأحمر، لأن البحر كان له دور كبير جدا في انتقال الإنسان من أفريقيا إلى داخل الجزيرة العربية، ولذلك تكونت هذه المواقع عبر آلاف السنين في مختلف مناطق المملكة.
هذا المشروع اليوم، مشروع الجزيرة العربية الخضراء، استطاع خلال السنوات القليلة أن يتحقق أن هناك على الأقل 5 موجات للهجرات البشرية حدثت إلى داخل الجزيرة العربية، أقدمها كان قبل 400,000 سنة من الوقت الحاضر، وآخرها 75,000 سنة من الوقت الحاضر. خلال هذه الفترات في الحقيقة وجدت كثير من المعلومات المتعلقة بالبحيرات القديمة التي تم تسجيلها في أراضي المملكة العربية السعودية. استطاع الفريق أن يسجل أكثر من 10,000 بحيرة جافة في مختلف مناطق المملكة، ومعظم هذه البحيرات يمتد قطر الواحد منها تقريباً إلى أكثر من 30 كيلومتر، والطبقات الرسوبية الموجودة تحت هذه البحيرات تصل إلى 1 كيلومتر تقريباً. لك أن تتخيل حجم المتحجرات من الحيوانات التي وجدت في هذه البحيرات أو في هذه الرواسب. وخلال هذه الفترة من 400,000 سنة إلى 75,000 سنة من الوقت الحاضر، كشف عن عديد من النتائج المتعلقة بهجرة الإنسان واستيطانه في الجزيرة العربية. آخرها كان آثار لأقدام بشرية وجدت في بحيرة جافة في منطقة تبوك. قدرت أعمار هذه الطبعات التي تعود إلى عدد من الحيوانات وكذلك إلى البشر ب 120,000 سنة من الوقت الحاضر. وقبلها أعلنت الهيئة عن اكتشاف كبير جداً، وهو قطعة لعظمة بشرية من سلامة لأحد الأصابع، وهي تدل على أن الإنسان استوطن هذه المنطقة قبل تقريباً أكثر من 90,000 سنة من الوقت الحاضر. أجرت الهيئة في فترة مبكرة أعمال حفر غائر في بعض البحيرات الجافة في منطقة حائل. بحيرة وجدت في منطقة تسمى بجبة، وهي معروفة اليوم مسجلة في قائمة التراث العالمي. هذه البحيرة تم التنقيب فيها إلى أكثر من 30 متر عن طريق الحفر الغائر، وعثر على طبقات متعددة من المواد التي كشفت لنا في الحقيقة أن هناك فترات مناخية حدثت في الجزيرة العربية متغيرة من المناخ الجاف إلى المناخ الرطب في فترات متعددة كثيرة جداً تتجاوز أكثر من 34 مرحلة. هذا يعطي انطباع كبير جداً أن تاريخ هذه الأرض يعود بجذوره لأكثر من 1,000,000 سنة على الأقل. واليوم ما زالت الأبحاث والدراسات تستكمل أعمالها في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى، بل تطورت الأعمال الأثرية اليوم إلى دراسة حتى الكهوف الموجودة في مناطق الحرات البركانية. وفي المقابل أيضاً تعمل الهيئة اليوم على إطلاق مشروع كبير جداً بلو أريبيا، وهو علاقة البحر بالجزيرة العربية وكيف انتقل الإنسان إلى داخل الجزيرة العربية عن طريق المنافذ المعروفة في شمال البحر الأحمر وفي جنوبه. كل هذا العمل في الحقيقة وثقته أبحاث ونتائج علمية مشتركة مع بعثات دولية. كما أشار الدكتور جاسر في بداية هذا الحديث أنه بداية العمل الأثري في المملكة كان عام 1964 ميلادية بانطلاق فريق بسيط إلى شمال المملكة للتعرف على أبرز مواقع الحضارات القديمة. بعد ذلك أطلقت إدارة الآثار في ذلك الوقت برنامج طموح كبير جداً أطلق عليه مشروع المسح الأثري الشامل، والذي غطى معظم مناطق المملكة، وسجلت النتائج في ذلك الوقت إلى بعدد أكثر من 5,000 موقع أثري في مختلف مناطق المملكة. وتم هذا العمل بالتعاون مع بعثات أمريكية ودنماركية وبريطانية، بالإضافة طبعاً إلى الكوادر السعودية في ذلك الوقت. وسجلت المواقع في ذلك الوقت وصلت تقريباً إلى 5,000 موقع أثري، واستمرت الأعمال الأثرية عن طريق توسع هذه الإدارة، وأصبحت بعد ذلك وكالة، ثم أصبحت الآن قطاع تحت هيئة التراث، واستمرت الأعمال الأثرية في مختلف مناطق المملكة، وزاد عدد المواقع الأثرية. اليوم 8,532 موقع، وليس عدد المواقع الأثرية الحقيقية في المملكة، هذه فقط المواقع التي تم التحقق منها، لكن عدد المواقع الفعلية اليوم ربما يتجاوز أكثر من 1,000,000 موقع فقط لو حصرنا عدد مواقع المنشآت الحجرية. أضف إلى ذلك مواقع الفنون الصخرية، مواقع النقوش الكتابية، مواقع الأصداف البحرية الموجودة في الجزر. هذا اليوم موضوع مهم جداً يدرس في الجامعات.
الموارد الغذائية البحرية التي ساعدت الإنسان على الانتقال من منطقة الجفاف إلى منطقة الرطوبة. فاليوم عدد هذه المواقع في الحقيقة التي تم تسجيلها هي فقط المواقع التي تم تسويرها، المواقع التي تم التحقق من مواقعها وتخضع اليوم لأعمال البحث وأعمال الدراسة. أشار أيضا الدكتور جاسر إلى أنه هناك أعمال أثرية مركزة في هذا الجانب. اليوم كما تحدث الدكتور جاسر أن هناك 45 بعثة سعودية دولية في مختلف مناطق المملكة، وهذا الرقم بسيط جدا مقارنة بالمواقع الأثرية الموجودة. واليوم يمكن عاد الزملاء اللي شاركوا معنا المتخصصين في الآثار في هذه الندوة انتشلناهم انتشال من المواقع الأثرية، لأنه اليوم أكثر من 80 باحث فقط موجود في الرياض موزعين في مختلف مناطق المملكة، ويشارك معنا عدد من طلاب الجامعات ومن الطلاب والطالبات في الميدان، وقد أبدوا زميلاتنا الطالبات صراحة تميز كبير جدا في العمل الميداني. واليوم أدخلنا تخصصات كثيرة في البيولوجيا، في الكيمياء، في الفيزياء، في الجيوفيزياء، كلها في الأعمال الأثرية في المملكة. فتوزع هذه المواقع أو توزع أعمال الأثرية في مناطق المملكة هو يخضع لعدد من المعايير التي تضعها الهيئة ضمن مستهدفات المواقع التي تخضع لأعمال التنقيب. أيضاً أتاحت الهيئة لعدد من الجامعات السعودية وكذلك الهيئات التي نشأت مؤخراً، هيئة بوابة الدرعية، هيئة العلا، شركة نيوم، المحميات الملكية، العمل الأثري تحت مظلة الهيئة، بل أن اليوم الهيئة تقدم خدمات لهذه الجهات لتنفيذ أعمال أثرية في المناطق التي تخضع لأعمال إنشاءات أو أعمال استثمارية. والمجال مفتوح اليوم لكثير من الدول للمشاركة في هذه الأعمال الأثرية في مختلف مناطق المملكة. قبل تقريباً 5 سنوات أحد المسؤولين عن التراث في المملكة أشار إلى أن المملكة اليوم فيها أكثر من 45 بعثة سعودية دولية، ويجب أن تكون مصر أول هذه الدول التي تعمل في المملكة. وكما تفضل سعادة الدكتور جاسر في بداية حديثه إلى أن هناك فريق عمل معنا قبل شهر تقريباً في منطقة تيمة لتسجيل الرحلة الملكية للملك رمسيس عندما حضر أو حضرت بعثته إلى الجزيرة العربية لتتبع هذه الطرق التجارية التي وصلت إلى تيمة للتزود في الحقيقة ببعض التجار، لأن نعرف أنه في 1300 قبل الميلاد كان هناك عدد من المراكز الحضارية نشأت في الجزيرة العربية وكان لها دور كبير جداً بالتواصل مع الحضارات الأخرى المجاورة، ليس فقط في تيمة حتى بالجوف. في الجوف وجدنا عدد من المواد التي منبعها أصلاً في مصر، فكيف وصلت إلى الجوف؟ هي عن طريق التجارة طبعاً. وكما هو معروف أن التراث الثقافي المغمور بالمياه يعد من أهم الممتلكات الثقافية في كثير من الدول، ولذلك حرصت المملكة إلى الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم الممتلكات الثقافية وحمايتها. ولا يعني يوجد وقت حتى نستعرض جميع هذه الاتفاقيات، ولكن يكفي أن نشير إلى أن المملكة انضمت في عام 2015 إلى اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه الذي يقر في باريس في عام 2001. ومن ذلك الوقت في الحقيقة قامت الهيئة بعدد من الإجراءات، أولاً إنشاء قسم للأثار الغارقة، وزملائنا الأخ مهدي والأخ عمار وعبد الله ومحمد وعدد من الزملاء في المملكة اليوم كانوا من أوائل من أنضم إلى هذا الفريق، وعملوا أيضاً مع بعثات سعودية ودولية، بعثات ألمانية وكذلك بعثات صينية وبعثات إيطالية للتعرف على أبرز الأعمال الميدانية التي تنفذ في التراث الثقافي المغمور بالمياه. وكما تعرف أنه هذا العمل يعتبر في الحقيقة من أهم الأعمال ومن الأعمال التي تتطلب جهود وتتطلب أيضاً ميزانيات عالية جداً. فالعمل في الماء ليس كالعمل في البر، هناك مخاطر، هناك أيضاً تكاليف مالية تلحق بالعمل الميداني. أيضاً من ضمن الأعمال التي قامت بها الهيئة إنشاء مركز متخصص للتراث المغمور بالمياه في البحر الأحمر والخليج العربي، وذلك ضمن اجتماع الجي 20 في المملكة الذي عقد في عام 2020. وبناء على هذا الاجتماع أقر مركز للتراث الثقافي المغمور بالمياه، ويهدف إلى
المحافظة على هذا الإرث الثقافي وكذلك زيادة الوعي بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه. أنجزت الهيئة قبل أقل من شهر تقريبا مشروع هذا المركز، وسيطلق إن شاء الله خلال الأيام القادمة، وتعتبر جامعة الإسكندرية ومركز الآثار المغمورة بجامعة الإسكندرية من أهم شركاء هذا المركز، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين الذين عملنا على استقطابهم خلال فترة تأسيس المركز. المشاريع البحثية التي تم تنفيذها في المملكة خلال تقريبا الخمس سنوات الماضية كان لها دور كبير جدا في اكتشاف العديد من المعلومات المتعلقة بالبحر. وكما نعرف أن الجزيرة العربية بحكم موقعها الجغرافي بين كثير من حضارات العالم القديم، مع بلاد الرافدين، بلاد فارس، بلاد الشام، مع مصر، مع حضارات جنوب الجزيرة العربية، كان لها دور كبير جدا في عملية تنظيم النقل التجاري الدولي البري والبحري. ولذلك استطاع شعوب الجزيرة العربية أن ينقلوا كثير من البضائع من الذهب ومن الأبانوس ومن المنسوجات ومن المعادن الأخرى، وكذلك من البخور ومن الطيوب من المشرق ومن ما تنتجه أراضيهم من هذه الطيوب والبخور واللبان إلى مختلف دول الغرب. وتحدث كثير من المؤرخين الرومانيين عن هذا الموضوع وأشاروا إلى أن شعوب الجزيرة العربية يعتبرون من أثرى شعوب العالم لما كانوا ينقلونه من تجارة الشرق إلى الغرب وما كان يضيفون إليه ما تنتجه بلادهم من هذه البضائع. أضف إلى ذلك أن هذه الموانئ الموجودة على البحر الأحمر سواء كانت من الجانب في المملكة وفي الجانب المصري كانت تعتبر مستودعات للصين والهند، ووصفها بعض المؤرخين بأنها بوابات إلى الصين، لأن البضائع التي كانت تأتي من هذه المناطق كانت تخزن في هذه المصانع في هذه المستودعات، ثم بعد ذلك تنقل عبر الطرق البرية إلى مختلف المراكز الحضارية الأخرى. على سبيل المثال كانت هناك تجارة تأتي من الصين وتصل إلى عدن، ثم بعد ذلك تنقل إلى بريا إلى الأخدود في نجران، ثم إلى حما، ثم إلى الفاو، ثم إلى الأفلاج، ثم إلى بعد ذلك ثاج في المنطقة الشرقية، ثم إلى بلاد الرافدين، وتسير بعد ذلك في رحلة طويلة تصل بعد ذلك إلى مختلف دول العالم. البضائع الأخرى التي كانت تأتي عبر السفن من البحر الأحمر كانت تصل إلى الموانئ الموجودة في جنوب الجزيرة العربية، في جنوب البحر الأحمر، في عثر، في منطقة جازان، في السرين، في جنوب مكة، في ينبع، في موقع في ميناء الجار، في الحورة، ثم بعد ذلك إلى الوجه اللي هو ميناء أكراكومي بين قوسين أو ميناء لوكاكومي أيضا بين قوسين، ما زال هناك خلاف على مواضيع هذه الموانئ، ثم بعد ذلك تدخل إلى المناطق الداخلية في الجزيرة العربية. في الوجه على سبيل المثال كانت تصل البضائع بعد ذلك تدخل إلى الحجر اللي هي مدائن صالح اليوم. أما البضائع التي كانت تسير إلى الشمال في ميناء لوكاكومي بالقرب من منطقة نيوم حاليا كانت تخزن في أحد الموانئ المهمة سوف نستعرضه بعد قليل، بعد ذلك تسير إلى البتراء، بعد ذلك إلى مدن حوض البحر الأبيض المتوسط، ثم تنتقل بعد ذلك إلى مختلف دول العالم. فكل هذه الموانئ في الحقيقة كان لها دور كبير جدا في عملية تناقل نقل البضائع من مختلف دول الشرق إلى وسط الشرق الأدنى، بعد ذلك إلى مختلف دول العالم الآخر. هذه لوحة تعرض أبرز المشاريع اليوم التي تنفذها الهيئة في مختلف مناطق البحر الأحمر. إن بدأنا من الجنوب هناك ثلاث مشاريع اليوم تنفذ في منطقة جازان: مشروع سعودي بريطاني لدراسة مواقع ما قبل التاريخ وما هو الدور الذي لعبته هذه المواقع في انتقال الإنسان من إلى داخل الجزيرة العربية، من أفريقيا إلى داخل الجزيرة العربية، وسوف نستعرض نتائجها بعد قليل، بالإضافة إلى مشروع آخر بيعرض عنه زميلنا الأستاذ محمد المالك إن شاء الله غدا عن المشروع السعودي الفرنسي لدراسة أبرز مظاهر المراكز الحضارية في الألف الأول قبل الميلاد، مشروع بالتعاون مع جامعة إكستر البريطانية لتوثيق التراث الثقافي البحري المتعلق بصناعة السفن، متعلق باستخراج اللؤلؤ، متعلق أيضا بالأهازيج البحرية التي ارتبطت بالبحر الأحمر. وهذا المشروع اليوم
قامت الهيئة بتوسيع المشروع إلى مناطق أخرى باتجاه منطقة مكة وكذلك إلى منطقة تبوك. أيضا مشاريع أخرى مع الجانب الصيني في موقع السرين، والذي كان يعتبر من أهم البوابات الرئيسية لاستقبال البضائع التي تأتي من الصين. مشروع آخر في ميناء الجار في موقع الشعيبة، وكذلك في موقع أملج اللي شارل الدكتور عماد قبل قليل، ثم إلى ميناء الخريبة أو ميناء لوكاكومي في عينونة بالشمال، والذي أيضا هو الآخر كان له دور كبير جدا في حتى تنظيم عملية التجارة البحرية وفرض الضرائب على هذه السفن التي تأتي من مختلف دول العالم. المشروع المهم والحيوي في الحقيقة الذي بدأت فيه الهيئة كان بالتعاون مع جامعة يورك البريطانية، جامعة نيوكاسل في البداية، بعد ذلك جامعة يورك، ثم حاليا تحالف بين الهيئة وجامعة يورك وجامعة ليفربول. وكان الهدف من هذا المشروع هو التعرف على مواقع ما قبل التاريخ في جزر فرسان في منطقة جازان، وتعتبر اليوم جزر فرسان من المواقع المهمة التي قدمت تسهيلات كبيرة جدا للإنسان عندما خرج من أفريقيا إلى داخل الجزيرة العربية. بل أثبتت الأبحاث والدراسات أن إنسان ما قبل التاريخ كان يعيش في نمط صحي عالي جدا لاعتماده على مصادر البحر في غذائه، عندما كانت أفريقيا في ذلك الوقت تتعرض لجفاف كبير جدا. وكما هو معروف أنه قبل 10,000 سنة من الوقت الحاضر البحر الأحمر كان منخفض بأكثر من 100 متر مستوى سطح البحر، ولذلك كان عبور الإنسان سهل جدا. ولذلك اليوم وجدنا كثير من المواقع الأثرية غارقة داخل البحر الأحمر أو في مواقع أخرى بانخفاض مستوى سطح البحر. أيضا كشف هذا المشروع عن تقريبا أكثر من 4,000 موقع لتل من الأصداف، وتلال الأصداف هذه استطعنا من خلالها نتعرف كيف استطاع الإنسان أن يعيش في هذه المنطقة أو ينتقل من منطقة إلى منطقة أخرى باعتماده على المصادر الغذائية البحرية. أرخت عدد من هذه المواقع إلى 9,000 سنة من الوقت الحاضر. أضف إلى ذلك كشفت البعثة عن كهوف غارقة تحت مستوى سطح البحر ووجد فيها أدوات حجرية، وما زال المشروع اليوم مستمر، وتم توسيع منطقة البحث حتى يصل اليوم إلى منطقة عسير. استخدم في هذا المشروع سفن صراحة عملاقة لتنفيذ هذه الأعمال، كما أشرنا أن هذه الأعمال في الحقيقة تحتاج عمل كبير جدا وتحتاج تسهيلات وتحتاج أدوات كبيرة للنزول إلى عدد من الأعماق لاستخراج كثير من المعلومات المتعلقة بالتراث المغمور. المشروع السعودي الصيني في منطقة السرين أيضا يعتبر المشاريع المهمة التي نفذتها الهيئة في الفترة الأخيرة. كما نعرف أنه ميناء السرين ميناء نشأ تقريبا في بداية الفترة الإسلامية، بل كان له جذور في أواخر أو قبل الفترة الإسلامية تقريبا في القرن الرابع الميلادي، كان يستقبل عدد من السفن البحرية. وفي الفترة الإسلامية أو في القرن الهجري السادس الهجري تقريبا لعب هذا الميناء دور كبير جدا في استقبال حملات الحج التي كانت تأتي من الصين ومن الهند إلى داخل الجزيرة العربية إلى هذا الميناء، بعد ذلك تنتقل بريا إلى المشاعر المقدسة. وجدت البعثة السعودية الصينية كسر كبيرة من الفخار الصيني، الخزف الصيني والزجاج، بالإضافة أيضا إلى الكشف عن أبرز مظاهر هذه المدينة، المسجد، القصور، الأسوار، كذلك مواد أخرى عثر عليها داخل هذا الموقع عبارة عن نقوش إسلامية كانت توضع في المقابر. ربما أن كثير من الحجاج الذين كانوا يأتون من مكة ومن مدينة بعد انتهاء فترة الحج كانوا ينتقلون عبر هذا الميناء، وبعضهم دفن في هذه المنطقة. خمس دقائق. خلاص ماشي. المشروع السعودي الألماني يعتبر أيضا المشاريع المبكرة التي عملت عليها الهيئة في جنوب جدة. كشف عن سفينة غارقة معثوراتها من الفخار، قدرت أعمار هذه المعثورات تقريبا من القرن الرابع الميلادي للقرن السادس الميلادي، ويوجد عدد كبير جدا من حطام هذه السفينة ومن الفخار المعروف بالأنفورة الذي صنع في تقريبا مدن حوض البحر المتوسط. وتظهر الصورة هنا عدد من الزملاء الذين كانوا يتلقون عدد من الكورسات التدريبية للتراث المغمور بالمياه. ميناء الحورة في منطقة تبوك أيضا من المواني التي نشر في الفترة الإسلامية لاستقبال الحجاج. تعمل الهيئة اليوم مع جامعة
وسيدة في اليابان لاستكشاف أبرز مظاهر هذا الميناء. عثر أيضا على منطقة الميناء نفسها والمنطقة السكنية والتي تحتوي على مسجد وكذلك على عدد من النقوش الإسلامية التي كتبت على بعض هذه المباني، وكسر من الفخار أيضا الخزف المزجج، بالإضافة إلى بعض الأدوات من حجر الصابون التي استخدمت في تلك الفترة. المشروع الآخر مع جامعة إكستر البريطانية لتوثيق المهن البحرية التراثية المرتبطة بالبحر كما أشرنا، وكان هناك مؤتمر يعقد قبل كل سنتين الظاهر يا دكتور حق تراث البحر الأحمر، أظن ما زال مستمر إلى اليوم، يتم استعراض فيه أبرز الأعمال الأثرية التي أو الدراسات التي تتعلق بالبحر الأحمر. ويتعلق هذا المشروع في الحقيقة بتسجيل مظاهر التراث الثقافي للبحر الأحمر المرتبط بالمهن، صناعة السفن، صناعة السلال، استخراج اللؤلؤ، الموسيقى المرتبطة والأهازيج الشعبية المرتبطة بالإبحار وقصص البحر. قامت هذه البعثة لتوثيق تقريبا أكثر من 5 إلى 6 مناطق من منطقة جازان وصولا إلى منطقة تبوك على ساحل البحر الأحمر، ومدى ارتباط الناس بهذه الأهازيج وكذلك استمرارها، وأيضا المواقع التي عثر فيها على مواد كانت تصنع فيها مثل هذه المهن البحرية وكذلك صناعة السفن. وكما أشار الدكتور عماد أيضا سفينة أملج كان لها دور كبير جدا في فهم دور البحر الأحمر خلال الفترات الميلادية المتأخرة منتصف القرن 18 الميلادي. سفينة أملج كما أشار الدكتور عماد مشابهة جدا لما عثر عليه في موقع سعدان. قبل 6 سنوات كنا نقارن أو كانت تقارن البعثة نتائج هذا العمل الميداني بما عثر عليه في جزيرة سعدان من خلال شكل السفينة، المواد التي صنعت منها السفينة، كذلك الحمولة التي كانت تحمل هذه السفينة، منها طبعا قطع من الخزف الصيني، أضف إلى ذلك مواد عضوية، حتى الكوكنت الجوز الهند كان عثر عليه داخل السفينة أيضا، وحتى الخشب نفسه استطاع الفريق أن يتعرف على منشأة اللي يتوقع من نفس المنطقة في البحر الأبيض المتوسط. فأطلقنا على هذا الموقع كومة أو جبل الفخار، لأنه فعلا شكل هذا الجبل يشبه فعلا جبل ولكنه مليء بقطع الفخار، بعضها اليوم يتم تنظيفه وترميمه في معمل الآثار في هيئة التراث. استعجل يا دكتور. آخر موقع في الحقيقة هو موقع عينون الأثري، واللي اليوم نسميه نحن طبعا موقع لوكا كومي، أحد الموانئ النبطية الموجودة على ساحل البحر الأحمر. وعثر في هذا الموقع على منطقة تجارية كانت بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وعثر فيها على أكثر من 5 مرافق تجارية، كل مرفق يتكون من عدد من الدكاكين كما تلاحظون، ساحة مكشوفة تحيط بها صف من الغرف، وهذه الغرف كان يتم تخزين فيها عدد من البضائع، بعضها يحتوي على دور وبعضها يحتوي على أكثر من دور. أضف إلى ذلك كثير من العملات التي تم التنقيب عنها في هذه المنطقة وتم ترميمها ووضعها اليوم في متحف منطقة تبوك. وعثر بالقرب من هذا المركز التجاري في موقع عينونة المركز السكني، ويوجد اليوم على في هذه المنطقة على التل أو على قمة الجبل حتى يسهل مراقبة الميناء وكذلك يعني بعد المنطقة عن البحر. وكما نعرف أنه مع انتشار أو مع كثرة التجارة البحرية في البحر الأحمر نشط أيضا حركة القراصنة في البحر، ولذلك قامت هذه المواني بإنشاء مراكز حماية لقوافلهم التجارية. وإلا كيف استطعنا أن نفسر وجود حاميات رومانية موجودة في البحر الأحمر هي لحماية السفن التي كانت تنقل تجارتهم من الصين ومن الهند ثم تمر عبر البحر الأحمر إلى المدن الرومانية أو المدن الأخرى. ولذلك اليوم وجد عدد كثير من الآثار الرومانية في فرسان، في الحورة، وكذلك في هذا الموقع، وكلها أصلاً وجودها كان فقط حاميات عسكرية لطريق التجارة البحرية الذي يمر عبر البحر الأحمر. بذلت الهيئة في الحقيقة جهود كبيرة خلال 5 سنوات الماضية للتوعية والتعريف بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، بنشر الأبحاث والدراسات الأثرية المتعلقة بالبحر الأحمر أو الخليج العربي، كذلك الأبحاث التي تنفذها المملكة اليوم في مختلف مناطق المملكة
لدينا مجلة تصدر بشكل سنوي، مجلة أطلال، وهي تعنى بجميع الأبحاث سواء كانت في البحر أو في البر. أيضا الهيئة اليوم عندها مشروع كبير جدا لطباعة الكتب والتقارير العلمية المتعلقة بالتراث الثقافي سواء البري أو البحري. عقدت الهيئة أيضا عدد من المؤتمرات داخل المملكة وخارجها، وشاركت أيضا في عدد من البرامج التدريبية للتعريف بأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه واكتشاف آثار المملكة. أنا عندي مقطع فيديو هنا بس ما أتوقع أنه حيشتغل، لكن يلا إن شاء الله مرة ثانية إذا سويتوا لنا يا دكتور. الغريب إنه ما يشتغل الصوت. عن التراث الثقافي المغمور بالمياه في المملكة، زملائي إن شاء الله الأخ محمد والأخ مهدي سيقدمون إن شاء الله تفاصيل أكثر، وأترك الحديث لزميلي المهندس بدر للانتقال إلى جانب آخر من التراث الثقافي، وهي عبارة عن المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر. شكرا. شكرا. نقط كثيرة أثرها الدكتور عبد الله يعني في غاية الأهمية. احنا مثلا ما عندناش شغل كتير في موضوع البريهيستوري ده، او ما عندناش شغل خالص اكشلي في موضوع البريهيستوري ده في الميه يعني طبعا ودي النقط المهمه جدا ممكن نشتغل يعني نتعاون فيها مع بعض. يعني فكره الاكتشاف اثار مغموره بالمياه من عصور ما قبل التاريخ، احنا ما ما ما, ما يعني احنا ملناش شغل في القصة دي كتير، وده موضوع مهم جدا لان مستوى البحر كان منخفض هنا وهنا، مش عندكم بس والبحر وكذلك البحر المتوسط. فالموضوع حقيقة يعني مهم جدا يعني. النقطة التانية موضوع التراث الثقافي اللامادي اللي بيتم توثيقه في المملكة، يعني شغل اكستر داينيسوس اجيوس كان عندنا هنا من كام شهر كان بيدي محاضرة عن القصة دي، وانا يعني متابع اللي بيحصل توثيق الاهازيج والاغاني والاكل والمهارات التقنيات الخاصه بصناعه السلال وغوص اللؤلؤ والحاجات دي. الحاجات دي هتنقرض يعني، شئنا ام ابينا هي هتختفي، فان لم توثق سواء بقى في المملكه او في مصر او في غيرها فلن يبقى لها اثر، لان دي حاجات ما هيش ماديه، دي مهارات وثقافه يعني. فبرضه من الحاجات المهمه جدا الحقيقه اللي اثرها الدكتور عبد الله، ونتمنى ان الموضوع ده يعني يتم سواء في الجانب المصري او في الجانب السعودي. شكرا جزيلا دكتور عبد الله على هذه التقدمه. البرزنتيشن التالي هو من اداره الاثار الغارقه في وزاره الاثار، وزاره السياحه والاثار، وكان الاستاذ اسلام سليم هيقدم البرزنتيشن ولكن اضطر يستاذن لظرف طارئ يعني، فهيقدم البرزنتيشن زميلي وزميل الكفاح وصديق يعني السنين الطويله دكتور محمد مصطفى. ودكتور محمد هو من الجيل الاول في مجال الاثار المغموره بمياه في مصر، يعني دفعتي يعني، وهو من منشئين او المؤسسين لاداره الاثار المغموره بالمياه في مجلس اعلى الاثار الاول، وبعدين وزاره الاثار بعد كده، وبعدين وزاره السياحه والاثار. هيكلمنا عن الآثار المغمورة بالمياه في مصر. دكتور محمد فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور عماد على التقديم. اسمحوا لي في الأول رحب بكل السادة الضيوف، وإن شاء الله نحاول نستعرض مع بعض مدة كبيرة من العمل من قبل سنة 96 إلى الآن في 20 دقيقة. هحاول أعمل زي الدكتور الزهراني وأخذ 5 دقائق زيادة ولا حاجة من غير ما حد ياخد باله إن شاء الله. لكن قبل كل ده أنا لازم أعبر عن فرحي الشديد بأن بشوف أن الدول العربية دخلت المجال. أتذكر أن سنة 2001 في مؤتمر الأثريين العرب قدمت أول محاضرة أو أول ورقة عن الأثار الغارقة، وقابلت الدكتور الأنصاري واتكلمت معاه، قلت له يا دكتور إحنا ابتدينا، تونس هتبتدي، يلا يا دكتور. فاكر في الوقت ده قال لي هو مشروع مكلف جدا، احنا هنستنى عليه شويه. من بعديها في 13 و14 مع الاستاذ عبد العزيز في اليونسكو كنا بنتكلم دايما على امتى هنبتدي التدريب، خلاص احنا بنتكلم في اتفاقيه يا جماعه مضيتوا على الاتفاقيه يلا. انا سعيد جدا. ايوه فانا سعيد جدا الحقيقه ان النهارده
الشغل اللي قدمه الدكتور عبد الله يعني شيء مفرح جدا، وهيكمل بقى ايه النتائج. ادينا شايفين املج شبه سعدنا، وان شاء الله عندنا اكتر من مشروع ممكن يربط ببعضه باذن الله تعالى. ابتدي موضوعي، وحظي كويس ان انا من الناس القديمه في الاداره، فبالتالي اسلام حضر المحاضره وسابني ومشى، فانا ان شاء الله ومش ما فيش حاجه مكتوبه، فان شاء الله انا من خلال الصور باذن الله هقدر اتابع البرزنتيشن بتاعته. اذا كان من سنين طويله تم العمل على المواقع المغموره بالمياه لسبب او لاخر، الا ان سنه 1901 في انتيكيثرا كانت العلامه الاولى للعمل الشبه اثري على موقع اثري غارق. ما بعدناش كتير 1907 المهديه مشروع تاني قباله سواحل تونس، والمركب الروماني الثاني اللي بيعثر عليه وبيشتغل عليه اثري في المكان لغايه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين في الصور، مراكب ما هياش مؤهله، الغوص بالبدلة الثقيلة، كلها مسائل صعبة، لكن في النهاية كانت بتطلع مجموعة مهمة جدا من الآثار اللي بتدفع علماء الآثار اللي هم ما لهمش في المية خالص إن هو يكون متواجد عشان يقدر يشرف على عملية التوثيق. مصر ما تأخرتش الحقيقة، في 1908 بالصدفة أثناء عمل مالفال، وده هو صحيح فرنسي لكن هو مدير مصلحة المواني والمنائر المصرية، وهم بيعملوا رصيف لمينا هتبقى اسمها مينا الدخيلة بعد كده، يكتشفوا رصيف آخر في نفس المكان من العصر البطلان، يوثق الموقع، ومن بعديها بسنة على طول في 1909 أثناء المشروع الكبير لعمل مشروع ميناء الغربي الكبير للإسكندرية، جاستون جوندي هو كمان يحدد وجود أرصفة موجودة في المكان، وجاستون جوندي كان الراجل الخليفة لمالفال، وزي ما احنا شايفين الصورتين اللي تحت عندنا توثيق واضح حتى للأرصفة الموجودة. التوثيق يتم من 1908 و 1909 في المواقع. قفزة سريعة، طبعا انا هتكلم بسرعة، الأمير عمر توصل كل السكندريين يعرفوه، لأنه هو إحنا كنا بنسميه خديوي اسكندرية، لأنه هو طبعاً رجل من كبار المثقفين، رجل من كبار المهتمين بنهر النيل وبفروعه وبالتاريخ وبالآثار، لأنه كان عضو لجمعية الآثار اللي أنشئت في اسكندرية سنة 1893، وصاحب منطقة كبيرة كده في اسكندرية من أول المعمورة لغاية أبو قير، فهو كان بيسمح لأصدقائه من الأثريين إن هم يعملوا حفائر في الأراضي بتاعته. يشاء القدر إن قائد السرب طيار بريطاني كابتن كول يشوفه يقول له على فكرة أنا طاير فوق خليج أبو قير، شفت ما يشبه المباني تحت الخليج. الراجل ما كدبش خبر، وينزل مجموعة من الغواصين تحدد له وجود مجموعة من المواقع تحت المية ينتشل منها بعض الآثار اللي احنا شايفينها قدامنا، منهم طبعا رأس الإسكندر الأكبر. ثم يخرج بخريطة، الخريطة دي مش مجرد المواقع اللي موجودة تحت المية، لكن كمان تصوره للأرض الغارقة تحت البحر تحت المياه، وكمان بناء على قراءاته والعمل مع الآخرين في النصوص القديمة يحدد مسار فرع النيل الجنوبي ومكان هيراكليون. نمشي من بعد 34 لغاية سنة 2003 لما تشتغل البعثة المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء، تشتغل في نفس الموقع، فبدل ما هتسمي المكان ده مينوتس هترجع تسميها شرق كانوب، لكن هو وفي نفس الوقت المدينة اللي هو كان محددها في هذا المكان تنزلها حوالي 3-4 كيلو تحت. يبقى الراجل الحقيقة قام بعمل ومجهود، احنا لغاية النهاردة لما بنشتغل ساعات كتير بنعمل أخطاء بهذا الشكل. بعديها بمجموعة من السنين صدفة أخرى مع غواص آخر بيغطس وبيصطاد بالحربة تحت المياه، حدد أماكن لأثار مختلفة،
ويبتدي نشاطه بأن هو ينتشل لنا غطى التابوت اللي على شكل الرجل الروماني ده من جنب السلسلة شرق السلسلة، يعني يدوب هنا لو طلعنا برا هنشوف المكان، ومن جنب قلعة قايد باي تمثال كبير لما كان يسمى بإزيس فاريا النهاردة أن احنا بنقول عليها برنيكي، وينصح من قبل واحد من كبار أساتذة علوم البحار اللي هو الدكتور سليم مرقص بأن هو لازم يوثق اللي هو بيشوفه، فيطلع لنا خريطتين مهمتين جداً. لغاية النهاردة البعثات اللي بتشتغل في هذه المواقع ما زالت بتشتغل على خريطته القديمة. الخريطة الأولانية كانت للمينا الشرقي والسلسلة وقايد باي، الخريطة الثانية لموقع داخل خليج أبو قير اللي هو موقع السفن الغارقة لأسطول نابليون اللي غرق في 1799. الموضوع طبعا موضوع أسطول نابليون أغرى جهات كتير، فتيجي عندنا لوجران بعثة فرنسية معها البحرية المصرية والبحرية الفرنسية يشتغلوا مدة 3 سنين على الموقع ده، يخرجوا منه مجموعة من الآثار، وفي نفس الوقت تنشط مصر شوية فتقول خلاص يلا بينا نعمل متحف بحري، والمتحف البحري ده نطلب من القوات البحرية أنها تطلع لنا تاج وقاعدة التمثال اللي انتشل من قبلها من سنة 63. إن شاء الله على الربيع على حسب ما سمعت هنشوف واحد من التماثيل دهيت بإذن الله موجود داخل المتحف اليوناني الروماني مع افتتاحه بإذن الله. اللي احنا عرضناه ده دي كانت فترة أولانية، فترة أولانية كانت عبارة عن اجتهادات شخصية محاولات فردية، ما كانتش هواة عاديين، ما كانوش مغامرين، لكن كانت ناس عندها قدرة على التسجيل وعلى التوثيق، وده جزء مهم جدا من العمل الأثري العلمي. فبالتالي احنا ما بنفصلهاش عن العمل على الآثار الغارقة في مصر بشكل علمي، لكن احنا بنفصلها بس من الناحية الإدارية لأنها كانت بتتبع المنهج العلمي السليم، كل ما في الأمر ان ابطالها ما كانوش أثريين، لكن انشئت إدارة في سنة 96. الإدارة اللي انشئت سنة 96 دي كان عندها مجموعة من الأدوار، أولاً لأن كان لسه عدد أفرادها قليل، الإشراف على البعثات اللي هتشتغل في مواقع الآثار الغارقة الموجودة على السواحل المصرية، كل السواحل المصرية، كل المسطحات المائية، يعني بحيرات أنهار البحر كله تحت إشراف هذه الإدارة. والحقيقة إن إدارة الآثار الغارقة والإدارة المركزية للآثار الغارقة هي الإدارة الوحيدة المركزية اللي مش موجودة في القاهرة، هي موجودة في اسكندرية طبعا بطبيعة ان اول شغل تم في اسكندرية، ومعظم الناس اللي اشتغلت في المجال ده كانوا موجودين في اسكندرية. عندها دور تاني طبعا ان هي اللي تقوم بالمسوح المختلفة، وهي اللي تقوم بأعمال الدراسات العلمية، وبعدين تدير هذا التراث بأشكاله مختلفة سواء في التوثيق سواء في الحفظ او بعد كده العرض أو السماح الإتاحة للزوار بنزول المواقع المختلفة. وأخيراً في 2012-2013 أضفنا نقطة مهمة جداً، لأن أصبحت في منشآت بتتم في المية وإحنا مش عارفين عنها حاجة، ومش عارفين إذا كان في موقع في هذا المكان ولا لا، فأصبح لزاماً على كل من يريد أن يعمل منشأة ما في الماء لازم يلجأ الأول إلى هذه الإدارة عشان ياخد الموقع. طيب هل يعني الإدارة في مصر اتجهت مباشرة كده بفكرة من عندها أنها تنشئ إدارة؟ لا، الحقيقة هي ابتدت دايما تنشأ المسائل من الكوارث، لكن هذا شيء طيب بما أنها بعد كده بتحقق حاجات كويسة، لأن في سنة 93 كانوا بدأوا في إلقاء مجموعة من الكتل الخرسانية على في سفح قلعة قايد باي، نفس المكان اللي طلع منه كامل أبو السعدات التمثال، نفس المكان اللي احنا عارفين عنه ومكتوب عنه من 100 سنة، نفس المكان اللي جات فيه أونور فروست في بعثة اليونسكو في 68 وقالت ان احنا عندنا مجموعة كبيرة من الآثار. لكن الحمد لله توقف العمل، ننزل في الموقع نكتشف ان احنا عندنا موقع تقريبا حوالي 13500 متر مربع، في ما يزيد عن 4200 قطعة أثرية معظمها كبيرة الحجم من الأنواع المختلفة من الحجارة، سواء كانت لتماثيل، لعناصر معمارية، لمسلات،
وخلافه، بالإضافة إلى أحجار مكعبة هي إحنا بنعتقد اليوم إنها أجزاء من مبنى الفنار نفسه. المركز الدراسات السكندرية مركز فرنسي بيشتغل من سنة 94 وحتى الآن مازال العمل مستمر. اتحدد توبوغرافيا كل ما هو موجود في الموقع، لكن كمان بالفوتوغرامتري الوسيلة الجديدة. أظن الدكتور محمد السيد موجود، هو اللي بيقوم بالدور الكبير بالنسبة لمسألة الفوتوغرامتري، فنقدر النهاردة كمان نشوف الموقع كامل على خريطة واحدة. الموقع طبعا أنا مش هحاول مطولش في أي موقع عشان نقدر نمشي بسرعة. الموقع طبعا نطلع مجموعة من التماثيل، في الغالب هي مجموعة التماثيل دي اللي كانت بتوضع في مدخل الفنار، يعني المراكب وهي داخلة بتشوفها كنوع من البروباغندا، لكن كمان شفنا الباب الباب الرئيسي للفنار وده ارتفاعه 13 متر. ونشوف من تحت كده عندنا خريطة أثبت لنا التوبوغرافيا والدراسة أثبت لنا أن الفنار كان موجود فعلا عند قلعة قايتباي، لكن كانوا داخل إلى المياه قليلا. الصخرة كانت أكبر والصخرة انقسمت فأصبح عندنا ثلاث مجموعات من الأثار، مجموعة الفنار نفسه اللي وقع في المكان، بالإضافة لمجموعة جمعت في العصر الإسلامي من كل مدينة اسكندرية واتحطت في هذا الفالق عشان يتسد فما الفنار ما يهبطش، بالإضافة إلى مجموعة أخرى لمعبد كان للمعبودة إيزيس في هذا المكان بنسميه إيزيس فاريا. أما بالنسبة للميناء الشرقي، الموقع ده ابتدى سنة 95 مباشرة، هو كمان طلع مجموعة كبيرة من التماثيل، لكن الموقع ده معظم اللي احنا بنلاقيه فيه هو في الحقيقة يوناني وروماني. بيقال إن في قصر كليوباترا، احنا ما لقيناش ولا نص بيقول ان ده نص كليوباترا، ما عندناش المعبد موجود، فبالتالي احنا ما زلنا بنقول ان احنا قدام موقع مهم جدا من العصر اليوناني الروماني. عندنا تبليطات كتير لمعابد ومباني مهمه، لكن كمان عندنا مركبين موجودين في الوقت الحالي، في دقه في العمل، يعني مش بس الكتل الكبيره اللي احنا بنشوفها، لكن كمان بما انه هو كانت منطقة معيشية، منطقة سكنية، فكمان عندنا لقى صغيرة بتظهر من المكان. نهاية الأمر إن البعثة ما زالت شغالة حتى اليوم، لكن الكشوف المتعددة ورتنا لنا إن إحنا عندنا الحي الملكي، وجهة اسكندرية القديمة المشهورة جدا اللي هي غرقت تحت المياه، مجموعة كبيرة من الأحواض والأرصفة اللي بتحدد أماكن استقبال السفن، بالإضافة إلى الجهة الغربية كمان عندنا أرصفة أخرى، بالإضافة إلى الورش التصنيع. وطبعا في الجانب الشرقي عندنا السلسلة جزء منها غرقان تحت المية سواء من الجنب ده أو من الجنب ده، بوجود الميناء الملكي والميناء العسكري المفروض في المكان. وبالتالي قدرنا كمان نعرف السيركوليشن الاتجاهات بتاعت المراكب ازاي بتخش داخل الميناء الشرقي وازاي بتخرج من الميناء مرة أخرى. كل ده الإعلان بتاع سنة 95 عن اكتشاف الفنار، إعلان 96 اكتشاف الحي الملكي وميناء الإسكندرية، والزيارات المختلفة من القيادات أو الشخصيات الدولية أدت إن يتخذ القرار بإنشاء إدارة. فمن بعد ما كان في ثلاثة اللي موجودين فوق أصبح عندنا 14، 96 في سنة 2016 أثناء احتفالنا بمرور 20 سنة، أظن كمان 3 سنين هناخد صورة تانية بإذن الله عشان هتبقى 30 سنة، يزيد العدد ويزيد التخصصات اللي موجودة في الإدارة. المفتشين عندنا ما بيشتغلوش بس أثريين، لكن هم بيشتغلوا كل حاجة. طبعا أكيد عندكم نفس الحكاية، عارفين القصة، يعني اللي بيشتغل في البحر بيشتغل كل حاجة، عماد زي حسين زي محمد زي كله بيشتغل نفس الشيء، لأنه هو العدد بيبقى محدود وعشان ما تكترش المصاريف، فبالتالي هتقوم بكل الأدوار إن شاء الله. لكن مش مكسلين، عندنا المخازن بتاعتنا وعندنا باقي الزملاء اللي بيقوموا بدورهم سواء في التوثيق أو التسجيل أو التخزين. كان ممكن احنا نقف عند هذه المرحله وتكون عمل اداري بحت، انت بتشتغل وانتهى الامر على كده، لكن احنا متعودين ان احنا في كل مده بنعيد شحذ الهمم من جديد، بنعيد التعرف على الجديد في المجال. واحنا طبعا انتهزنا الفرصه ان المركز انشئ سنه 2010 وابتدينا نبعت الزملاء او الشباب الجديد
للمركز عشان اللي كبروا كبروا خلاص مش هيعملوا حاجة، لكن الجداد والحمد لله انتظموا في الدراسة في مجموعة كبيرة عند الدكتور عماد، وكان وعندنا من عندنا في ناس بتدرس في بتدي خبراتها في المركز. الخريطة اللي قدامنا خريطة مبسطة للمواقع اللي احنا اشتغلنا فيها في مصر، فهتكتشفوا ان احنا تقريبا مغطيين مثلا الساحل الشمالي الغربي سواء الى الغرب تماما لغاية ام الرخم او الى القلس والمحمديات في سيناء. بالنسبة للبحر الاحمر اكتر من مسح واكتر من موقع بيتم العمل فيهم. النيل نفس الشيء، اسوان والسلسلة. النقطة اللي جنب اللي في الصحراء دي، الحقيقة مش في الصحراء دي، في بحيرة قارون، وده الموقع الوحيد اللي احنا لقينا فيه فعلا من عصور ما قبل التاريخ، وطبقا لتقييم الدكتور خالد سعد ما عثر عليه من أدوات بيرجع لعشر تلاف سنة قبل الميلاد. وبعدين في الصحراء خالص قبل ما نوصل لليبيا عندنا واحد سيوة، هنا بقى احنا نزلنا في الأبار، أبار المياه اللي الناس بتشرب منها. احنا كنا بنحاول نشوف التنسيق المعماري بتاعها كان ازاي، هل هو حديث ولا هل هو قديم. دول 32 موقع بنشتغل فيهم، يا اما احنا اللي بنقود العمل، يا اما احنا في شراكة مع بعثات، يا اما هي البعثات بتقوم بالعمل واحنا فقط بنقوم بالاشراف عليها. اهم موقع موجود عندنا الحقيقة على الاطلاق، وده لازم نعترف بالحكاية دي، اللي هو موجود في خليج ابو قير. عمل موقع احنا متصورين انه هيفضل 50 سنة كمان قدام هيستمر في الشغل. احنا عندنا موقع تقريبا اكتر من 2 كيلومتر مربعين بس اللي احنا شغالين فيهم في الوقت الحالي. لسه بنشتغل معظم وقتنا بنشتغل على السطح، ما عملناش مجسات غائرة كتير، لكن ثبت لنا من الشغل اللي احنا عملناه في الفترة دي ان الموقعين الحالي الموجودين هو شرق كانوب وهذا الموقع لهيراكليون، المدينة القديمة أو ثونس هيراكليون، المدينة القديمة المعروفة من الأسرة الـ18 واللي انتهى دورها تماما في القرن الثاني بعد الميلاد، وإن كان تأثرت قليلا قبل الميلاد بسبب مجموعة من الزلازل. هي كانت موجودة في منطقة هي مصب النهر اللي بيرمي في البحر، فبالتالي احنا عندنا منطقة هي اكتر تكون استواري، يعني منطقة مستنقعات مياه ضحلة قليلا، فبالتالي هي كانت تشبه قليلا فينيسيا الحالية. بسبب الزلازل، بسبب ثقل كم الطمي اللي كان بيرمي النيل في المنطقة، حصل هزات، وفي نفس الوقت حصل سيولة، حالة سيولة يعني المية خرجت من الطبقات فحصل خسف للموقع، وده اللي بيخلينا نشوف مجموعة الحوائط الحجارة بتاعتها وقع بميل بأي شكل من الأشكال، وادانا فرصة ان احنا بعد كده ننزل على الموقع نتعرف عليه. الصورة اللي فوق بتورينا الفالق اللي حاصل بسبب واحد من الزلازل اللي احنا شايفينه، ده طمي النيل الحقيقة. والصورة التحتانية دي الدكتور عبد الله كان بيتكلم على انطباعات، هنا بقى احنا ما عندناش انطباعات بني ادمين لكن ومش عصور ما قبل التاريخ، لكن انطباعات اقدام الحيوانات، وطبعا مع مجموعه كبيره من عظام الحيوانات مختلف انواع الحيوانات حتى فرس النهر. الموقع مطلع مجموعه كبيره من الاثار، احنا بنتكلم على مدينه فيها معابد، فيها مشاغل، فيها مصانع ورش، فيها الميناء، فبالتالي عندنا كل أنواع اللوقة اللي ممكن نلاقيها، لكن كمان فيها ميزة كويسة جدا إنها أقدم من اسكندرية، فبالتالي عطيانا شوية معلومات كتير عن علاقاتنا بالعلاقات اللي بين مصر وبين فينيقيا بشكل عام. مش هكمل بقى، خلاص احنا عارفين بقى ان احنا هيبقى عندنا تماثيل وهيبقى عندنا، بس عندنا في هنا الموقع ده بيتميز بان في مجموعه كبيره من التماثيل الضخمه الحقيقه، بالاضافه الى ما يزيد عن حاليا العدد 72 مركب غارق في المكان. الاحكام والطرز مختلفه، تم العمل على 4 حتى الان وما زلنا هنكمل في الباقي. حفاير سعدنا مش هتكلم عليها بقى لان هنتكلم عليها بكره، انا بس احب اكرر تاني انها اخت
قملش فهنجري فيها بسرعة كده. وهحط نقطة واحدة بس، إن الموقع ده واحد من المواقع اللي كانت فرصة للناس تتعلم فيها كمان. يعني الميزة والفرصة عند الناس اللي بيشتغلوا في الإدارة بتاعت الآثار الغارقة إن هم يشتغلوا مع بعثات مختلفة المشارب، فبالتالي جمعوا مجموعة من الخبرات كتير جدا هم بقى يعملوا فيها الخليط بتاعهم عشان يطلع إنتاجه هو فكره هو بنفسه. هنا كان الموقع أنت مش جنب اسكندرية، مش جنب أي، مش جاي أي معمل، فبالتالي أنت بتعمل معملك في المكان، بتنظف، تعمل الترميم الأولي، بتنظف الأثار بتاعتك، حتى لو قدرت تعمل التسجيل بتاعك عشان تبقى جاهز إن أنت تخزن مباشرة. وادي الجرف ده موقع لأقدم ميناء موجود في العالم حاليا معروف، وده بيرجع لعصر الملك خوفو، يعني حوالي 2600 قبل الميلاد، يعني 4600 من الآن. الموقع ده بتقوم بإدارة الآثار الغارقة لصالح بعثة جامعة السوربون، وده إن شاء الله هتكلم عليه بكرة، فطبعا هختصره النهاردة ونروح لواحد من أهم المشاريع بالنسبة لنا، المشروع الابن بتاع الأستاذ إبراهيم متولي، وهو مسؤول إدارة النيل النهاردة. المشروع ده كان الهدف منه إن إحنا ندور على المينا اللي كان بيطلع الأحجار اللي جرانيت لكل المعابد وكل المنشآت في مصر، وبعدين نروح تاني السلسلة فنشوف المحاجر بتاعت الحجر الرملي وندور على المينا بتاعه في نفس الوقت. من المكان طبعا ظهر لنا عندنا السور بتاع معبد خنوم اللي هو على جزيرة ألفانتين، لكن كمان عندنا موقع تاني طلعنا منه أثار تخص مقصورة من عهد بطلميوس السادس، أيضا مجموعة كبيرة من اللوكا الفخار. أنا بس جمعت المجموعة المتعلقة بواحدة من السفن الرومانية الغارقة في المكان، قبالة ما بين جزيرة ألفانتين وما بين أسوان مباشرة. أما في السلسلة فظهر عندنا المينا الغارق في ناحية المحجر الشرقي، ولو هنركز مع بعض هنكتشف إن احنا عندنا طريقة الجمع بالربط الحجارة بديل اليمامة نفس الطريقة، أو الجمع الغنفاري عند النجارين، ودي نفس الطريقة اللي احنا بنقدر نشوفها في معبد كومومبو ومعبد إدفو. الإدارة عندها أدوار تانية وكان دايما بيطلب منها الخبرات، فإبراهيم بعث أو طلب للعمل في موريشيوس على سفينة اسمها بوانتوفي، قاد فريق العمل هناك على هذا الموقع في سنة 2000 بين 2004 و2006. في الأردن إسلام طلب هو الآخر وعمل مع الدكتورة سوسن الفخري على موقع الإسلامي في أيلة، أظن أن هم بيخططوا للاستكمال. بما أن احنا بنشتغل أثار غارقة وبحرية فبالتالي ممكن نستدعى إلى المناطق الرطبة يعني المجاورة للمياه، فبالتالي احنا عندنا إشراف وشغل في جزيرة نيلسون اللي هي في خليج أبوير، لكن كمان عندنا كان مع ساوثامبتون جامعة اسكندرية في 2007 في الجانب الشمالي، وإحنا مستمرين دلوقتي مع الجانب الفرنسي في الجانب الجنوبي للبحيرة. مش مفروض ان دورك يقف عند هذا العمل فقط لا غير، لان انت محتاج ان الناس تساعدك، فعشان الناس تساعدك لازم انت كمان توعي الناس، فمساله التوعيه دي ابتدت من بدري جدا عندنا من الالفينات، لكن في 2012 ركزنا عليها بشكل كبير عشان نقدر نمشي خطوات في خطوات منظمه. وطبعا معانا الاستاذه امنيه فتح الله كانت دايما هي الشريك في مكتبة اسكندرية عشان تدريب الأطفال، وحتلاقوا في منظر تاني عندنا تدريب برضو لشباب الجامعة، فإحنا ما بين الاتنين بنحاول، والحمد لله إن خدت بقى عندنا شريك، بقى عندنا حد أقوى شغال مننا، أقوى مننا دلوقتي الدكتور عماد وندى بالنسبة للبحار. المحاضرات سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو في أي مكان آخر، لأن أنت محتاج دايما تقول أنت بتعمل إيه عشان الناس تفهم اللي أنت بتعمله، فبالتالي تقدر تكمل إنتاجك. الأثار اللي طلعت
الآثار اللي توثقت، الآثار اللي طلعت، الآثار اللي اتحطت في المخازن مش هتفضل في المخازن، فبالتالي أخذت أماكنها سواء إن شاء الله أنا عارف إن عندكم زيارة، فأخذت أماكنها سواء اللي إحنا شايفينه تحت ده في المعرض المفتوح بالمسرح الروماني، أو في أماكن عامة زي قدام المكتبة تمثال بطلميوس اللي طلع في سنة 95 96 و86 لأن هما مجموعة أجزاء. كمان في المتاحف إن شاء الله هتزوروا عند الدكتور حسين جزء التحتاني ده هو من اللي موجود من الميناء الشرقي وأسف من الميناء الشرقي، والجزء الثاني اللي فوق ده في المتحف القومي من الميناء الشرقي برضو، بالإضافة إن إحنا عندنا مجموعة من المعارض طافت العالم تقريبا لأنها خدت كل أوروبا، وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان. وفي النهاية كان عندنا أمل وما زال هذا الأمل موجود إنه هو ينشأ متحف تحت المية في الميناء الشرقي. كان عندنا أمل كمان إنه هو يكون في سعدنا لأنها تستاهل إنه هو يكون عليها متحف الحقيقة، لكن إلى أن ينشأ إحنا مستكفيين أو قدرنا نوصل إن إحنا نعمل حالة الإتاحة اللي دايما بيطالب بيها اليونسكو، حاله الاتاحه ان الناس تنزل وتزور المواقع دهيت، فمتاح زياره الميناء الشرقي ومتاح زياره القلعه بتذكره، ولا يزال في الاعماق الكثير. شكرا. شكرا. شكرا جزيلا الصديق والزميل العزيز دكتور محمد مصطفى على هذا العرض السريع، وهيبقى فيه تفاصيل في الايام الجايه ان شاء الله. محمد ذكر حاجه كده يعني عابره لكن احب اتوقف عندها فسوه كده دقيقه. يعني التمثال اللي طلع من الميه سنه 63 طلعته القوات البحريه، ومنذ ذلك الوقت الحقيقه كان فيه اهتمام من القوات البحريه بالاثار رغم انه ما فيش اي علاقه، يعني ما فيش دوله تانية فيها القوات البحريه ليها علاقه بالاثار. وعد انا شخصيا عليا الكثير من الناس اللي في القوات البحريه اللي اهتموا بالاثار، يعني اتذكر اسامي يعني اللي هو محمود سامي اللي هو علاء نصر، اسامي اهتمت بالموضوع ده، واصبح القوات البحريه دلوقتي هي شريك في البعثات الاثريه. يعني كل موقع اثري يبقى فيه غوص بيطلع فيه ضابط من القوات البحريه، هو مش المفروض يطلع يعمل حاجه، يعني هو المفروض يطلع مشرف على البعثه او يامن البعثه، لكن انا عد عليا كتير من الضباط اللي لبس عدته ونزل اشتغل معانا وطلع معانا اثار، واذكر اسامي كثيره طبعا طارق ابو العيله واسامي اخرى يعني. فيعني الحقيقه يعني سعيد جدا جدا واكد على هذا بان الفريق عطوه قائد القوات البحريه ان هو رغم انه ما استطاعش يجي لكن لو محمد محسب موجود بنيابه عنه فانا بشكره جدا، وبعدين طلع جاري ساكن في العماره اللي جنبي، وبعدين طلع مهتم جدا بموضوع المتحف البحري، فيعني قدامنا كلام كتير يعني. ويمكن انا قلت له بس يمكن حضراتكم ما تعرفوش ان احنا بنعمل دلوقتي اعاده لنشر كتاب من اهم الكتب اللي اصدرتها جامعه اسكندريه في تاريخها، هو كتاب تاريخ البحريه المصريه. الكتاب ده الف او كتب في الستينات ونشر في اوائل السبعينات قبل حرب 73، وبيعرض لتاريخ البحريه مش القوات البحريه بس، التاريخ البحريه المصريه منذ العصر الفرعوني لغايه ثوره 52. وكان في كلام مع الفريق خالد قبل ما يمشي ان القوات البحريه تكتب جزء عن مصر من اول 52 لغايه الوضع الحالي، لغايه البحريه دلوقتي فيها ايه، وهنستأنف الكلام ده مع اللي هو محسف. فشكرا جزيلا لوجودك وتحياتنا للفريق عطوه طبعا. اخر برزنتيشن معانا في السيشن دي، ولسه كنت بتكلم مع دكتور مع المهندس بدر حمدان مدير عام التراث في هيئه التراث عن الفرق بين المواقع البحريه والمواقع الغارقه، وان ازاي المواني دي تنفع تبقى بحريه ومش بالضروره تكون غارقه. فهو هيتكلم عن التوثيق المعماري لملامح عماره المواني التاريخيه في البحر الاحمر على الساحل السعودي. باشمهندس بدر اتفضل. طبعا ساورني بعض القلق عندما طلب مني الزملاء في المشاركه في هذا الملتقى الاثري، لاني اعرف الاثريين معرفه جيده من 2013 والعمق الذي يتعاملون معه، ولكن ربما بعد الرحلة معهم خلال العشر سنوات الماضية يمكنني القول أن الرحلة مع الأثريين هي تذكرة ذهاب بلا عودة، لأن هذا المجال حقيقة مجال ثري ومجال عميق جدا.
ربما كان في عملي السابق في العمارة والتخطيط كان مختص بالبلديات والمدن والطرق والهاي رايز والحدائق والبنية التحتية، وكان مختلف تماماً عن العمل مع القطاع الأثري. لكن مع البدء معهم الحقيقة في رحلة كانت لمدة يومين فقط، امتدت لعشر سنوات حتى الآن وستمتد بإذن الله. هذا ما يؤكد أن علم الآثار هو أبو العلوم، وهو العلم الذي يمكنه احتضان كل المسارات التي يمكن الحديث عنها ضمن منظومة ثقافية كاملة. ما ستحدث عنه اليوم هو ما تعرفونه وما تعلمته منكم كأساتذة وكزملاء لهم الحقيقة قصب السوق السابق في هذا المجال. ربما المقدمة الرئيسية لهذا الجانب الحقيقة هي ما تطرقنا له مع الدكتور عماد صباح اليوم في قضية التفريق بين الآثار البحرية والتراث الغارق أو التراث المغمور بالمياه. هو ذكر أن الآثار البحرية ليس بالتأكيد أن تكون آثار مغمورة، وربما تكون آثار في اليابسة، وحتى الآثار المغمورة ليس بالتأكيد أن تكون آثار بحرية، وربما تكون آثار لا علاقة لها بالآثار. لكن في مجمل هذا الموضوع، أو ربما إذا أردنا أن نحاول نربط عاطفيا بين العمارة والآثار، دعوني أطلب منكم أن تغمضوا أعينكم لمدة ثلاث أو أربع أو خمس ثواني، وبعدها نفتح العينين مرة ثانية. خلينا نعد من واحد إلى خمسة مغمضي العيون. طلعنا من الآثار. خنبدأ، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. ما شاهدته الآن هو ما يشاهده الغواص عندما يصل إلى اليابسة ويشاهد هذه المباني ويشاهد هذه المفردات العمرانية. اليوم اليابسة هي الحاضن الرئيس لكل الآثار الموجودة والغارقة، لكن اليوم نحن نتحدث بثقة عن العمارة، لأنها هو ما أكده الدكتور في كتابه من مراجع علمية أن الآثار البحرية ليست فقط تلك الآثار المطمورة بالمياه. باختصار اليوم ربما سأتحدث بجانب تغذية بصرية بالصور أكثر مما نتحدث بالجانب العمق النصي، حفظا لوقتكم. سنتحدث بالدرجة الأولى عن التوثيق المعماري للموانئ التاريخية بالبحر الأحمر، وتحليل المكونات العمرانية للموقع العام، وتحليل الخصائص المعمارية والأفكار الرئيسية لإعادة التأهيل. طبعا التراث العمراني في المملكة مر بالحقيقة مراحل متطورة كثيرة، حتى وصل إلى مرحلة أنه ما كان مرتبط بجهاز معين. في فترة من الفترات كان مرتبط بالجهاز البلدي، في فترة من الفترات ارتبط بجهاز السياحة، جهاز التربية إلى حد ما قصير. لكن في مع بداية تأسيس هيئة التراث من ضمن منظومة وزارة الثقافة، ربما كان هو البداية الحقيقية لتعريف التراث العمراني كجزء من المنظومة الثقافية. اليوم قطاع التراث العمراني في هيئة التراث يختص الحقيقة بالعمارة التقليدية والمباني التقليدية اللي ممكن تعرف ضمن نظام الآثار والتراث العمراني إنها ما تركه الوجود الإنساني خلال فترة من الزمن. اليوم هيئة التراث تهدف بشكل رئيسي إلى أن بناء منظومة واضحة ومعرفة لموضوع التراث العمراني، بحيث أنه يبدأ في رحلة حياة تبدأ من استكشاف هذا التراث إلى توثيقه إلى تحليله إلى ترميزه، ومن بالتالي إلى ترميمه وإعادة التأهيل، وفي نهاية الدورة الحياتية يبدأ موضوع الإدارة أو التشغيل. طبعا الحقيقة كان الخيارات كثيرة اللي أي من المواضيع اللي يمكن نقدمها اليوم وتكون مرتبطة بالتراث المغمور. حاولنا نركز بشكل رئيسي على مشروع ربما عملناه مؤخرا. كان المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى توثيق الموانئ التاريخية والمدن المتاخمة للسواحل البحر الأحمر على امتداد المملكة. طبعا الساحل البحر الأحمر المملكة من خليج العقبة لحدود اليمنية تقريبا ربما يصل إلى 2000 كيلو غير منتظم، كساحل غير منتظم، لكن احنا بنركز اليوم على هذا المشروع اللي انجز مؤخرا. المشروع تناول ينبع والوجه وأملج ومدينة الضبة. هذه الموانئ الأكثر تركيزا في الشمال الغربي للمملكة على الساحل البحر الأحمر. اليوم احنا
حنركز فقط على الوجهة الدراسية بحيث أن نحاول نستشف موضوع الملامح المعمارية من مدينة واحدة. هذه المواقع الأربع الموانئ اللي تاريخية أو المدن التاريخية اللي شملتها الدراسة على ساحل البحر الأحمر، ربما من حسن الحظ أن هذه السواحل الحقيقة كانت مكانها يعبر عن استراتيجية مكان عميق، سواء تواجدها على ساحل البحر الأحمر أو قربها من القوافل التجارية، قربها من طرق الحج سواء الساحلي أو البري، كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير جدا أن هذه المواقع تتعرض إلى التغيير مع تدفق الرحلات الاقتصادية التجارية، نقل المعرفة اللي كان موجود. وبالتالي يمكن لما نحلل الخط الزمني المعماري لهذه الموانئ سنجد التحول فيه سريع جدا بحكم هذا التواتر اللي حصل على المنطقة. نتحدث اليوم عن الوجه، محافظة الوجه طبعا محافظة كبيرة الآن وممتدة، لكن احنا اليوم حنركز عن البلدة القديمة اللي كانت متاخمة للميناء، حتى كان بعض الدراسات تشير إلى أنه كان يسمى ميناء الحجر أو ميناء مدان صالح، وكثير من الرحالة والمؤخرين تناولوه بشكل دقيق ومباشر. اليوم ربما في الفترات اللي من بداية السبعينات إلى تقريبا فترة متأخرة أغلب المدن الساحلية انتقلت من البلدة القديمة إلى المدن الحضرية الجديدة. ساهم في هذا الموضوع شيئين اثنين، اللي هو أول شيء كانت في قروض عقارية ومخططات سكنية للبلديات ساهمت أن الناس تنتقل تترك البلدة القديمة وتتجه إلى المدن الجديدة. اليوم الساحل هذه يمكن اللقطة الأساسية للبلدة القديمة في الوجه، وهي اللي كانت قريبة من الميناء، هذه الصورة الجديدة. التركيز على التحليل الطرز المعمارية الموجودة في البلدة القديمة تشبه بشكل كبير جدا امتداد الساحل من الشمال السعودي من خليج العقبة إلى الوصول تقريبا إلى جدة. كل هذه التجمعات العمرانية الموجودة على هذا الساحل تتشابه بشكل كبير جدا في نمط البناء، نمط النسيج المعماري والعمراني، نمط تخطيط المدينة، والعلاقة الوثيقة بينها وبين قربها من الساحل وكيف أثر هذا الساحل بشكل رئيس عليها. كثير من المؤرخين تناولوا هذا الموضوع، في منهم تحدث عن أم الوجه على أنها المدينة التي تتقع في منتصف الطريق بين ضبا وأملج، تحدثوا عن أن هذا المكان كان في القرن التاسع عشر من أهم الموانئ التي تعبر عن أنها المدخل الرئيسي للقادمين من أفريقيا إلى الحجاز. الحديث كان من المؤرخين أنها عبارة عن تجمع عمراني مبني من الأكواخ الحجرية المهيمنة. يمكن تحليل سريع على موضوع التجمع العمراني في الجرف أو الخليج اللي يعبر عنه الميناء القديم. أهم العناصر الرئيسية المعمارية الموجود فيها كانت سور المدينة اللي كان يعبر عن الكيرف الرئيسي الأسفل، القلعة، المساجد الموجودة، بالإضافة إلى الجزء اللي تحت اللي كان يمثل الفنار أو المنارة. كانت هذه الفنار هي العلامة الرئيسية للسفن القادمة وهي اللي أسست بشكل صورة ذهنية. يمكن هذه من الصور القديمة اللي يمكن وثقت هذا الجانب، وحنشوف في صور قادمة إن كيف تحول العمراني اللي طرى على هذا الموضوع وعلاقته بالبحر. الصورة هذه تقريبا الفرق بين الصورتين البانوراميتين يمكن 100 سنة تقريبا. هذه الصورة يمكن احنا عندنا تحليل عميق لها، وبالمناسبة يمكن اللي يتعامل مع العمارة الساحلية، او انا من اليوم اللي بحاول استخدم العمارة البحرية في كمصطلح، يجد انها عمارة بسيطة ومن مواد بسيطة جدا، لكن احنا بالنسبة لنا كمتخصصين في هذا المجال هي من اعقد الخصائص المعمارية اللي يمكن انك تورخها، لانها تمر بمراحل متغيرة بشكل كبير جدا، او حتى احنا نطلق عليها احيانا ان شيخوخة المباني الموجودة على السواحل هي سريعة جدا، وهذا منسوب بحكم
تغير الحضارات والمرتبط أيضا بوسائط ووسائل وطرق النقل الموجودة. طبعا احنا يمكن عندنا مقاييس بلان للصورتين هذه. التغير حصل في الجرف الساحلي، يعني تآكل بشكل كبير جدا، وبالتالي تغيرت تقريبا بنسبة كبيرة جدا، خاصة ان الساحل هذا من اقل السواحل الصخرية. ايضا هذه بعض الصور اللي كانت مؤرخة من ارشيف البرتقان، وكان الصورة اللي فوق اللي على اليمين اللي 2017 واللي 1918 أخذناها من نفس الموقع الصورة الموجودة. فبصريا يمكنكم تأخذون وقتكم في تحليل هذا الموضوع. الجانب الطبوغرافي ما تغير كثير، لكن اللي تغير بشكل كبير جدا الجانب الساحلي. الجانب الساحلي مر بتغيرات كبيرة جدا، أيضا مستوى المياه ما شهد يعني هذا التحول الكبير، يمكن كان في توازن في مستوى سطح الماء على هذا الموضوع. هذه أبرز النماذج التاريخية اللي كانت رصدت، وبناء عليها احنا قمنا بتحليلها بعد الفترة اللي من 100 سنة، وجدنا أن حتى النسخ المتعاقبة من الطرز المعمارية الموجودة هي تكرر نفسها، لكن يمكن يظهر بعض التطور في التفاصيل الفنية نتيجة للتطور في تقنيات وأساليب البناء. هذه من أيضا الصور اللي أخذت من نفس الأرشيف، ويمكن تشوفون في الصورة اللي على اليمين كيف يمكن تآكل الطبقات وقواعد البحر. طبعا هذا فيه تفسير غير تقني لهذا الموضوع، أنه يمكن القوانين التخطيطية اللي كانت تفرض البناء أو نظام البناء على السواحل لم تكن بتلك القوانين التي تستطيع التحكم في هذا الموضوع. هذا راجع لأن أغلب بعض التجمعات أو المباني كانت منسوبة لعائلات كبيرة وذات نفوذ، وبالتالي هي تمنح الامتداد العمراني على البحر. هذا سكتش عملناه من خلال الدراسة، يربط بين المنارة في الطرف الأيسر والتدرج الهرمي العمراني للتجمع الموجود، ويمكن يظهر ممر السوق الموجود. هذا الممر في 4 نسخ من التحولات المعمارية هو نفس الممر، لم يتغير، يمكن تغير أو تم فيه بعض الإزاحة، لكنه يؤكد على أن الجانب الساحلي هو أكثر جانب يمكن أن يتغير بشكل أو برئيسي. بنعرج سريعا على أهمية موضوع التوثيق المعماري. اليوم التوثيق المعماري خاصة بهيئة التراث ربما يحول أو بدأ يحول الهيئة إلى بيت خبرة في موضوع التوثيق المعماري. إحنا على مستوى المملكة تقريبا كل مناطق المملكة الآن نقوم بتوثيقها بأحدث التقنيات. طبعا اللي ادى الى تاخر موضوع التوثيق المعماري انه يتطلب جهد كبير جدا من الفرق المعماريه والفرق المساحيه، ومكلف الى حد كبير. لكن بعد تطور الاجهزه المساحيه الحقيقه خلال السنوات الماضيه، الحقيقه هذا ساهم بشكل كبير جدا. يعني احنا كنا على اساس نوثق فقط بيت 100 متر كان ياخذ منا تقريبا اكثر من 15 الى 20 يوم. اليوم توثيقه بالأجهزة هذه ما يأخذ 3 ساعات. يمكن موضوع التحليل هو اللي يكون له دور كبير. التوثيق المعماري هو أول الخطوات الفنية اللي نستخدمها لتوثيق المباني، ونستخدم فيها العدد من الأجهزة مثل الـ 3D ليزر والتوتال ستيشن والـ 3D تابلت وكثير من الأجهزة المساحية المتطورة. في السابق كان تأبينها غالي جدا، لكن نبدأ في موضوع أنه نأمل الرفعات المساحية وندرب الزملاء والفريق المساحي الموجود، وبالتالي البرامج الحاسوبية الآن ساعدتنا بشكل كبير جدا أنها تعطي المقاطع المعمارية بشكل واضح وتفاصيل، حتى تروح إلى مستوى متقدم لإبراز العناصر المعمارية التفصيلية. احنا نبدا دائما في تعيين النقاط المساحيه بالنظام المتري، بحيث ان هذه الاجهزه تكون مرتبطه، وهذا في القانون النظام الاثار حظر المساس بهذه النقاط المرجعيه، لانها تعتبر هي النقاط المرجعيه المساحيه الرئيسيه اللي نعتمد عليها، بحيث ان قبل توثيق اي موقع نسوي له البيز ماب الرئيسيه اللي يمكن الانطلاق من خلالها ويتم تحديثها بشكل دوري.
هذه الصورة هي ناتج التوثيق بال 3D ليزر، هي ملايين النقاط الموجودة هي اللي شكلت الصورة. هذه في الأخير مش إيمج، هذه ناتج النقاط الرقمية اللي أخذت من زوايا مختلفة. لما نحصل على هذه النتيجة يكون عندنا معلومات ثرية جدا، نقدر ناخذ التفاصيل كاملة منها، وهي اللي تأسس الطبقات GIS الموجودة. طبعا بعد التوثيق المعماري احنا في الأخير نذهب إلى مشروع أطلقت الهيئة من فترة، اللي هو مشروع الترميز، بحيث اليوم المشروع أو المبنى التي يتم توثيقه يتم تصنيفه وفق نظام الآثار والتراث العمراني، اللي نص على أن أي مبنى يسجل في اللائحة الوطنية لابد أن يكون أما مصنف من فئة ألف ولا باء ولا فئة جيم، وهذا يخضع إلى نظام مراقبة الدولة وحظر المساسبة. وبالتالي اللوحة هذه الآن بدأنا في تركيبها على المباني التي تم إدراجها في سجل التراث العمراني وسجل الآثار، وهم السجلان اللي يرصدون بشكل دقيق ورئيس المعلومات الكاملة، بحيث أن من خلال الكيو كود هذا تقدر من خلال الجوال أنك تحصل على كل المعلومات الموجودة عن هذا المبنى. سأحاول أني أسرع، هذه سأتجوزها لأنها كانت تعبر عن المدينة. يمكن الوجه كان فيها حيين، حي العلوي والحي السفلي، العلوي اللي على اليمين والسفلي اللي على اليسار، ويمكن في نمط تخطيطهم كان مختلف بشكل أو بآخر. هذه الصور القديمة اللي من 100 سنة، ولو تلاحظ احنا قسمناها تقريبا إلى 10 سنوات 10 سنوات، ما كان في اختلاف كبير على النمط اللي يكون، لكن كان اللي لافت للنظر أنها تبنى من جديد. يعني نادر جدا أن تجد مباني يوجد فيها قواعد إنشائية أساسية، لأن التغير كان بشكل مضطرد. السور أيضا تلاشى مع الوقت، ولو كان هو السور اللي يحدد العلاقة بين المسطح المائي والفنار والمدينة القديمة، وكان فيه بوابات بحيث أن القادمين من السفن على رصيف الميناء ما يسمح لهم الدخول إلا بعد المرور على الجانب الأمني. شبكة الطرق طبعا تغيرت مع مرور الزمن، وصار الجريد سيستم هذا مختلف الآن، ويمكن أثر عليه موضوع دخول السيارة. لما نلاحظ يمكن في السابق قبل دخول السيارة للمنطقة كان النسيج العمراني للمدينة مختلف تماما، بعد دخول السيارة تحولت إلى النمط الشبكي بشكل مباشر. يمكن لو نركز على علاقة الطرز المعمارية أو المباني المعمارية اللي كانت موجودة في أملج، كانت مختلفة بشكل أو بآخر، وتختلف بين المستوى الاقتصادي للعائلات. فكانت في أحياء لعائلات اقتصادية ثرية أو طبقة متوسطة وطبقة قليلة، فكان يختلف المبنى سعته من دهاليز والغرف وخلافه، لكن في مجملها في الأخير عبارة عن دهليز وعبارة عن مجلس للضيافة ومجموعة من الرواشين ومصاطب. طبعا احنا سوينا تحليل لأغلب المنازل الموجودة، وجدنا فيها اختلاف في المقياس المعماري للواجهات، بحيث هذا الاختلاف يختلف بناء على الناس التقنيين الأصليين الموجودين. لو تلاحظ هذا الموضوع وتروح للساحل المصري أو الساحل السوداني لحد كبير بتلاقي فيه تشابه كبير بين هذا الموضوع. لذلك عمارة ما بين الساحلين عمارة متشابهة، لأن لو ننظر لشبكة الطرق البحرية بين السواحل في يمكن الصور التاريخية حتلاقيها متشابكة بشكل كبير جدا، لكنها كانت تعتمد بشكل رئيسي على واجهة مسطحة ونوافذ. يمكن تختلف المنافذ هذه بقرب هذا المبنى من الساحل أو بعد. هذا الواجهة الأساسية للمبنى على الشاطئ، يمكن لو حللنا بشكل دقيق الجانب المعماري الموجود فيها، يمكن أغلبها اعتمد على الحجارة المرجانية وعلى الطين وعلى بعض الحجر الطيني والنورة وبعض الأخشاب اللي يمكنها تفصل، احنا نسميها يمكن العوارض الخشبية، كانت هي عبارة عن الحامل والموزع للأوزان على الجدران اللي تحمل عدد من المداميك، اللي عدد من مصفوفة الطوب الموجودة. ويختلف
المدماك من يبدأ من 20 إلى 30 وأحيانا يوصل إلى متر ونص حسب قوة الحجر، اللي عادة الأحجار فيه بعض الأسوار اللي للمباني المزدهرة يمكن الحجر يوصل من 50 إلى 70 متر، وتكسية الجير تقريبا يوصل إلى 3 إلى 3.5 سنتي. هذا برضو تحليل المقطع الأخير. هذا التحليل الأول والثاني كان يسمى فري هاند بالسابق، الآن نقدر ناخذ خلال دقيقتين من الخريطة اللي وريتكم في السابق اللي هي موضوع اللي تم توثيقها بثري دي ليزر، وهذا اللي يعطي مساحة للمهندسين والمعماريين اللي يشتغلون في هذا الموضوع أنه يطلع من أكثر من مقطع ويكون المقطع بأكثر من مقياس ويسهل عليه قدرة التحليل على الجانب الإنشائي. هذا التوزيع الداخلي تقريبا يختلف بشكل كبير، لكن في الأخير في مجمله ما يتعدى 5-6 وحدات الموجودة. البناء الموجود يمكن هذه التفصيلة الإنشائية ما تختلف بشكل كبير جدا، لكن المقاييس تختلف، مقاييس الحجر مقاييس المداميك تختلف باختلاف ارتفاع المبنى دورين أو 3 أدوار وبحجم المبنى، أيضا إلى استخدام المبنى هل هو استخدام إداري ولا استخدام سكني، لكن في الأخير هي كانت تعتمد على الحوائط الحاملة. أنا حل يمكن أترك لكم بصريا تعرجون على بعض التفاصيل الموجودة، هذه يمكن ملامح من العمارة الحالية الموجودة واللي الآن يتم توثيقها وتطويرها من قبل وزارة التراث. هذه المباني اللي تم تصنيفها وأن هي المباني القابلة للحفاظ ويمكن فيها جزء من الأصالة والتماسك اللي ممكن تساعد في إعادة تأهيلها وترميمها. طبعا أصعب ما في موضوع الترميم المباني هي الجانب الإنشائي، الجانب الإنشائي هو الجانب اللي قد يضطرنا أحيانا للتدخل بعناصر غير تقليدية لهذا الجانب. يمكن الخطر على بعض المباني اللي هو التطور العمراني، سواء مثل دخول الطرق زي ما نشوف المسفلتة أو المباني الحديثة الأرصفة، كل هذه احنا نعتبرها الحقيقة عوامل مؤثرة على أصالة المباني الموجودة أو خلال الاستخدام. يمكن نشوف الصورة اللي على اليمين تعطي تفصيل دقيق جدا على أسلوب وعناصر البناء الموجودة، هي عناصر بسيطة جدا ويمكن لو بنيناها اليوم ما تتحمل، لكن المحور الرئيس فيها النسب، النسب المعمارية اللي كان البنائيين يسوونها هي اللي ساهمت على إحداث هذا التوازن في المبنى وبالتالي تماسكه وصموده. هذا جزء من أعمال التأهيل اللي المجتمعية، تحدثنا عن تقنيات البناء واستخدام الحجر الجيري بشكل سائد في المنطقة، هذه الموضوع الأخشاب الموجودة، وأغلب الأخشاب كانت يعني تنقل من الهند بشكل كبير جدا لأنه ما كانت فيه الغابات اللي ممكن تتيح لهذا الموضوع. طبعا المشربيات والرواشين يعتبر عنصر وكلكم تعرفونها بهذا الموضوع، لكنها يختلف عنصر الروشان والمشربية. المشربية كثير من المعماريين يرونها أن الجزء الداخلي للروشان، لكنها تعبر دائما عن الفنون، وعادة الروشان هو تعبير رمزي لثراء صاحب المبنى، وكانت تعتمد بشكل كبير على التحكم في حركة الريح ودخول الشمس. جانب من الأبواب، طبعا بعض الأبواب في الحقب السابقة تعطي انعكاس أن تقنية البناء والحرفيين كانوا مهرة، وأيضا كانت المعامل موجودة وساعدت بشكل كبير جدا على وجود هذه الفنون بشكل رئيسي. أخيرا كيف يمكن التعامل مع هذا الثراء البحري الكبير؟ هذا الثراء اعتمد بشكل كبير جدا في أسلوب الحياة على قرب الناس من البحر، كل أغلب المواد اللي أخذت سواء المواد الطينية أو الجيرية أو الطوب كله أخذ من البحر، فبالتالي علاقة هذه المباني اكتسبت الصفة البحرية بشكل رئيس. سؤال هنا كيف ستتم هذه المعالجة وضمان الأساسيات اللي ربما اليونسكو تؤكد عليها من ناحية الأصالة ومن ناحية التماسك أو التكامل؟ هو التركيز على المبنى ومراعاة القيم الثقافية الخاصة به، قيم عاطفية أو ثقافية مختلفة أو القيم المعاصرة اللي تؤكد على توظيف هذا المبنى وتحويله إلى مقاهي أو فنادق تراثية. طبعاً الأساس في هذه المعالجة هو اتباع الأصول الأساسية أو المدرسة الأصلية، أن المحافظة قدر الإمكان
على أصالة المبنى بإعادته بنفس التصميم بنفس الموقع وبنفس استخدام عناصر المواد الأولية الأصلية. هذه يمكن المعالجات العالمية اللي احنا نراعيها، ربما يمكن اللي يتعامل معها بشكل قريب يجد ان هذه المدارس هي مدارس متقاربة في الأخير، لكن في مجملها هي تحدد مراحل مستوى التدخل في هذا المبنى. وهذه المراحل مستوى التدخل المعماري في ترميم المبنى هو مرتبط باللي ذكرناه قبل شوي اللي هو تصنيف التوثيق المعماري وتسجيله سواء ألف أو باء أو جيم، هي اللي تحدد القرار في هذا الموضوع سواء من إعادة البناء من ترميم مواد الأصلية. طبعا الصعوبة اليوم أنه كيف توجد مواد أصلية يمكن تعيد ترميم هذا البناء. المجمل في خلاصة هذه الورقة أنه نعود للحديث على أن تحليل الطرز المعمارية الموجودة على السواحل خاصة القريبة من الموانئ هي من أكثر الطرز اللي مرت بالتحول المعماري، ويمكن ما يميزها البساطة الاستخدام وتوحد سلالات الإمداد الموجودة على المستوى العمراني اللي موجود فيها. الطرق والأزقة كانت كلها تتجه من وإلى البحر، المواد المبنية كانت تعتبر التحدي الأول واللي يمكن حدت من إبراز الفن المعماري الموجود على مثل هذه الموانئ. الخلاصة احنا على أساس أنه كيف يمكن تقديم هذه الموانئ القديمة كمنتج ومولد اقتصادي وثقافي، قمنا بدراسة تخيلية عن الوضع الراهن وما سيمكن تقديمه، ووضعنا بعض الأفكار اللي يمكن تأخذ الكيرف الأساسي للميناء وكيف يمكن تحويلها إلى مراكز سياحية وثقافية جاذبة. ويمكن هذا الصورة على اليسار توضح الماستر بلان الكامل، وعلى اليسار توضح جزء من الأسواق. هذا أحد الفنادق اسمه فندق منارة الوجه، أعطينا بعض التطوير في الواجهات وكيف يمكن أن نحافظ على نفس المبنى مع إكسابه بعناصر تقليدية ولكنها متماسكة. أيضا هذه ساحة اللي أمام مسجد يسمى مسجد السنوسي، وكيف يمكن أنه ترفع من الكفاءة الوظيفية للفراغات المعمارية الموجودية وتحدث تفاعل بين الإنسان والمكان. هذه بعض أثاث الشوارع وأثاث الفراغات العمرانية وكيف يمكن تعزيز ما يسمى بأنسنة المكان في داخل هذه البلدات القديمة. شكرا لكم. شكرا جزيلا مهندس بدر، الحقيقة موضوع جميل جدا، يعني اللي احنا بنسميه في شغلنا الماريتايم لاندسكيب او الوجهات البحرية. والحقيقة دول زي السعودية وزي مصر احنا محظوظين بان الحاجات دي لسه موجودة عندنا، في دول تانية اختفت الاشياء دي من عندها، يعني ما تلاقيش مثلا في اوروبا حاجات كده غير نادرا، ما تلاقيش في امريكا حاجات من دي خالص. لكن في بعض المدن عندنا زي مثلا القصير في مصر، مدينة القصير، وجه التشابه اللي بين العمارة بتاعة البيوت في القصير وفي الساحل، المدن الموجودة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية شيء مبهر. يعني المشربيات والبيوت المبنية من الحجر الشعاب المرجانية اللي هي الحجر المرجاني يعني، والديزاين والأحواش تقريبا نفس الفكرة بنفس الديزاين يعني أو بنفس التصميم. فالحفاظ على الحاجات دي زي ما قال مهندس بدر دايلما، يعني مسألة محيرة جدا، ازاي تبقيها في حالة جيدة باستخدام المواد الأصلية، وازاي توظفها سياحيا وتحافظ عليها في نفس الوقت وتربطها بقى بالتجارة وبالنقل وبالهندسة يعني الحقيقة موضوع جميل جدا، وللأسف يعني لو تأخرنا فيها هتختفي، يعني مش هنقدر نقاوم الزمن يعني. فلو تأخر الحفاظ على هذه المنشآت وهذه البيوت وهذه الوكالات التجارية مع الوقت هتلاقيها اندثرت يعني. فشكرا جزيلا على هذه المداخلة. يعني الحقيقة احنا متأخرين نص ساعة، فمفيش وقت كبير للأسئلة أو للمداخلات، فأنا يعني لو تزنولي عندنا سؤال واحد فقط لا غير عشان نلحق الكوفي بريك عشان الناس جالها صداع من كتر الكلام. فلو في حد عنده أي تعليق أو أي سؤال يعني ملح ارفع ايده، هيرفع ايده الاول هو اللي هي اتفضل دكتور. خش في الموضوع. يعني هو سؤال واحد لفت نظري في جميع المداخلات، اين النقوش التي تم العثور عليها؟
النقوش القديمة، النقوش الكتابية، هل تم العثور على نقوش كتابية في البعثات ولا لا؟ بس يعني طبعا بتوع الأسرار قاعدين جنبي، واعتقد المملكة يعني فيها نقوش كتير جدا جدا. يعني دكتور عبد الله لو تحب تجاوب. شكرا على سؤالك. والحقيقة انه نظرا لضيق الوقت احنا اختصرنا الحديث اليوم فقط على المواضيع المتعلقة بالتراث المغمور بالمياه، لكن هناك عدد من النقوش التي تم اكتشافها في كثير من الموانئ، منها طبعا في فرسان في مدينة منطقة جازان تم الكشف على نقش لاتيني في نفس الميناء القديم. أيضا في الحورة تم العثور على نقش آخر يذكر أو يشير إلى آية الكرسي، ربما كان موجود في أحد المنازل. وأيضا في ميناء عينونة اللي هو لوكا كومي وجد نقش آرامي نبطي موجود في نفس المدينة في المركز التجاري. فالحقيقة في نقوش كثيرة جدا موجودة على الساحل في المواقع، لكن يمكن الحديث ما كان يعني مخصص على هذه المجموعة المهمة من المعثورات. احمد منصور بيسال عشان هو في مركز الخطوط والنقوش، دي شغلته يعني لعبته دي. يعني ان شاء الله بكره هيكون عندنا وقت اكثر للمناقشات مع التزام السبيكرز بالوقت، يعني بكره هبقى دمي تقيل يعني خبط كل شويه كده عشان نستخلص. فدلوقتي حضرتك تفضلوا للكافي بريك، واحنا نلتقي ان شاء الله بكره في نفس ميعاد النهارده عشان نستأنف يوم كامل بقى من الحوارات والتقديمات. يعني شكرا ليكم جميعا.